بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 ولغير الله لا نحني الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة. مآسينا كبيرة وتكتب يوما بعد يوم، ولكن أعظمها على الإطلاق عجزنا عن معالجتها وخطأنا في مواجهتها، مما دعا إلى أن تستمر رغم كل محاولاتنا في وضع حد لها. وإليكم صورة تمثيلية من أخطر الصور المؤلمة التي نعالج بها مآسينا. بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الآمر بإزهاق أرواح الكفار والمرتدين والعملاء والخونة والمجرمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يعلن تنظيم التكفير والتفجير عن عزمه على القيام بسلسلة من المذابح والتصفيات والاختطاف، لأننا لم نعد نرى حلا غير هذا للتعامل مع أعدائنا وأذنابهم من الأنظمة المأجورة والشعوب الذليلة المقهورة والعمائم المسعورة. وإننا في تنظيم التكفير والتفجير نعلن حربنا على العالم، ولا يظن أحد أنه بعيد عن متناول أيدينا، سواء المحتلين أو الموالين لهم أو الساكتين عنهم أو كل من يقدم لهم أي خدمة وتحت أي مبرر وفي أي مكان. فيا شباب الإسلام الثائر الحاقد، هيا للانضمام تحت راية تنظيمنا، وهيا إلى التكفير والتفجير والتدمير لقوى الكفر وعملائهم في كل مكان. وهذا هو الدين الحق والجهاد المشروع، ولو كلفنا أن نموت جميعا، والنصر للإسلام. إخوانكم في تنظيم التكفير والتفجير. تكفير، الله أكبر. تكفير، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شفتوا بيان تكفير والتفجير؟ هذا هو الصح، هذا هو الصح. لا، ما هو هذا الصح، هذا ما هو الصح، هذا ما يسفك الدماء. إسلامنا ما في يسفك الدماء والذبح وقتل وقطع رقاب وذبح. إسلامنا إسلام محبة، إسلامنا إسلام دين تسامح، دين محبة. إيش قتل وذبح؟ لك ما يشغلتنا، ما يشغلتنا أبوي. لك إذا في عدو جاء على بلدنا، هن الأولياء، هن الأولياء اللي مصرفين بالكون وبقتلون بتبحون برجعون بحرروا أراضينا. لك ليش مين حرر أراضينا أولي؟ مين؟ بلغ هذول الصياع؟ لا، الأولياء أهل الله. وبعدين أنت بروك بردك، بروك بزاويتك، أصحاب بردك، وأصحاب هذا في أوراق، أصحاب يا لطيف اجعل البلد تصريف، الله بصرفن عنك، ما إن شاء الله تنايا أبوي. لك بعدين الله جابه، نحن نتعرض لحكمة الله شيء، الله جابه من يشمل عنا والله بصرف حجي، نحن مالنا له. بروك أنت زكي دم ولادك، طعمي ولادك، استغفر وجع الراس هذا. صح ولا مو صح؟ لا، مو صح، لا كلامك صح ولا كلامه صح. نحن يا جماعة في زمان، زمن التطور والتقدم والتكنولوجيا، ما لنا في زمان السيف والترس حتى تقول لي تفجير وتكفير، جماعات تختطف وجماعات تفجر سفارات، هاي ما عمال تخدم القضية والأمة الإسلامية بأي شيء.
وبالتالي نحن خلي الدين على طرف وخلي المقاومة والجهاد على طرف. تعالوا نفكر بعقلانية. اليوم نحن بحاجة إلى سلاح قوي. أمريكا اليوم عم بتحاربنا بالترسانات النووية، فنحن بحاجة حتى نمتلك الترسانات النووية والصواريخ العابرة للقارات والأسلحة الحديثة. اليوم بكبسة زر وحدة تحسن تنهيلك أي بلد مما كانت. اليوم حربنا حرب تطور، حرب تقدم، حرب تكنولوجيا، ما هي حرب سيف وترس، ولا هي حرب تفجير وتكفير. والنقطة الثانية هي الاقتصاد. الأمة غافلة عن الاقتصاد، هي قضية مهمة جدا. اليوم أمريكا عم تتحكم في العالم كله باقتصادها القوي، بقوة الاقتصاد هذا حكمت العالم بالتجويع، بسياسة التجويع والحصار عمال تحكم العالم كلياته. فنحن بحاجة أيضا إلى تدعيم اقتصادنا حتى نقدر نقف أمام هذه القوة أو الطغيان الأمريكي العالمي الذي هدد الأمة الإسلامية والعربية بسياسة التجويع والحصار. صح يا شيخ؟ لا، ما صح الكلام، وانت كلامك ما هو صح، ولا انت ما هو صح، ولا البيان التكفير والتفجير صح. ويا للأسف، كلاتنا اتفقنا على انه لازم نقاوم، بس ولكن اخطأت الوسيلة، اخطأت كيفية كيف نقاوم، اخطأت يا شباب، لان المقاومة هي ما هي كلمة تقال وهكذا، انما المقاومة هي عنوان عريض لمشروع كبير. المقاومة لها مرتكزات وأشياء يجب أن نبدأ بها وأسس. أولا، يجب أن لا نقطع علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما النصر إلا من عند الله. كيف يا شباب بدنا نجيب النصر بالنووي والبيولوجي، ولا نجيب النصر بسحب الأوراد، وننسى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ ثانيا، ونحن ونربط علاقتنا بالله، يجب أن لا نمهل عدونا أبدا. دخل على أراضينا، يجب مباشرة نبدأ معه الصراع والجهاد، حتى لا نعطيه فرصة كي ينفذ علينا خططا أكثر وأكثر. ثالثا، يجب أن نتوحد ونوحد الكلمة، لأن أقوى سلاح في أيدي أعدائنا هو فرقتنا. نعم، فرقتنا يا أحباب. رابعا، يجب أن لا نهمل أي طاقة ولا أي وسيلة، يجب أن نستغل كل طاقات الشعب، طاقات الشباب، الشباب العاصي ممكن أن يكون طاقة لنا، الشيوخ، العلماء، حتى النساء يجب أن نستغل طاقاتهم في الإعداد لهذا العدو، ويجب علينا أن نعد لهذا العدو عدادا وعدة ومال ورجال وأشياء كثيرة ممكن أن تخدمنا في معركتنا الكونية. سادسا، يجب علينا بأمر هام جدا أن نمحو جميع المصطلحات، لأننا ما فرقنا إلا تلك المصطلحات: مصطلح تكفير، مصطلح تفجير، مصطلح إرهاب، مصطلح سلفية، صوفية، فرقتنا المصطلحات وأصبحنا نضرب بعضنا بعضا. يجب أن لا نقبل إلا بالإسلام والإسلام فقط. يجب أن نحشد رأيا عام عالمي وإسلامي لقضيتنا. يجب أن لا نهمل دور أحدا من الشعوب، لأن الذي لا يحارب مع عدونا اليوم سيحارب معه غدا. يجب أن نكتسب رأيا عالميا، ويجب أن نضع بقايا الدول الكافرة في صفوفنا حتى تكون لنا عونا على أعدائنا المباشرين. سابعا، يجب أن لا نيأس ولا نيأس الناس ولا نقنطهم، لأن عندما نيأس نخسر قضيتنا وتكثر العمالات بين الناس ونتعود على طول النفس في معركتنا، لأن المعركة طويلة، ليست جولة واحدة، ليست جولة واحدة يا أخوة، ولكنها تطول أزمانا وربما تطول أجيال. ويجب علينا ونحن في غضب الانتقام والثأر أن لا ننسى أخلاقنا الإسلامية. يجب أن نتحلى بأخلاق المسلم في معاركنا
ولا ننسى توصيات ديننا الحنيف في هذا، ويجب علينا ألا نهمل دور السياسة لأنها حصاد لجهود المقاومة. لا نريد ونحن في زحمة القتال والمقاومة وبعد الانتصار يأتي العملاء ويحكمون الشعوب وكأنهم يقبضون ثمن دمائنا ومقاومتنا هكذا بالمجان. إذن يجب علينا أن نضع أسسا لمقاومتنا وأن نبث هذا توعية للناس لنعرف كيف نقاوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محق الحق ومبطل الباطل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الناس الخير وخير من دعا إلى الله وجاهد في سبيله محمد بن عبد الله، من طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا ولن نزل، كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. ورضوان من الله تعالى أكبر على من أيد ونصر من آل النبي وصحبه الذين ساروا على الدرب واقتفوا الأثر، والذين حملوا الأمانة وأعطوها حق حملها تضحية ودعوة وجهادا وعملا متواصلا حتى استحقوا أوسمة الرضا من الله سبحانه وتعالى، فرضي عنهم ورضوا عنه. وبعد، أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويحببنا فيه، وأن يجعلنا من جنده وحزبه وأهله ومن الذين يحملون رايته ويؤدون ضريبته ويحامون عنه ويدافعون عن حماه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يكرهنا فيه، وأن يجعلنا حربا عليه وعلى حزبه وأشياعه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تلك اليد الحاصدة التي تقتلع جذور الباطل وتقطع شروره، ونسأله جل في علاه أن يقذف بنا جندا للحق على الباطل وأهله فإذا هم دامغون زاهقون. اللهم سيرنا في طريق طاعتك تحت مظلة رضاك على الوجه الذي يبلغنا غايتك ويحقق من خلالنا المقصد الذي أقمت عليه السماوات والأراضين. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من فتنة الآراء ومن فتنة الأهواء ومن تشعبات السبل. اللهم إنا نسألك أن تبعدنا عن كل طائفة عميلة وكل نحلة دخيلة وكل فتوى مأجورة وعن كل منبر ميت مميت. نسألك سبحانك جل في علاك، نسألك أن تأخذ بأزمة قلوبنا إلى منهاج الشرع الواضح المطهر حتى نرتشف من ينابيعه ثم نسقي الناس إكسير الحياة منه. نسألك يا رباه أن ترزقنا صدق الاتباع وصوابية الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نسألك اللهم أن تضبط سيرتنا وسريرتنا، وأن تضبط ظاهرنا وباطننا، وأن تضبطنا على كل حال بضابط شرعك العظيم، وأن تقيدنا ربنا بقيود وحيك المنزل. أحبتي في الله، هذا المشهد الذي رأيناه قبل قليل مشهد على حسب الظاهر مشهد محبب للنفوس ويلاقي صدى في قلوب وعقول الكثير من أبناء المسلمين في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة، مشهد يحمل في طياته العنفوان من خلال البيان الذي ألقاه الإخوة، وهو مشهد تمثيلي أرادوا به التقدمة لموضوع محاضرتنا لهذا اليوم.
كانت الكلمات رنانة قوية والعبارات بركانية زلزالية، وكان الجرس الجمل جرسا جهاديا حماسيا ثائرا، وهو الذي يعني يلامس شغاف قلوب الشباب الثائر الحائر الثائر لكثرة ما يرى من الويلات التي تنزل بأمتي ليل نهار، والحائر في أي طريق يسلك، كيف يؤدي واجبه، كيف يقاوم أعداء الله، كيف ينصر دينه وأمته، كيف يحرر أرضه ويثأر لعرضه. ثم رأينا تلك المواقف المتضاربة المتعارضة من خلال من علقوا على هذا البيان. طبعا البيان دموي صرف يحمل في طياته رائحة الموت الزؤام، وتفوح منه روائح الفناء والإفناء، ولا تكاد تجد في ثناياه بصيصا لحياة أيا كان نوعها، إنما هو القصف والنسف والقتل والإبادة والتدمير بشكل عشوائي كيفما تسنى. فلقد بدأ البيان بتحدي الدول الكبرى وتهديدها، ثم انتقل الأنظمة العربية وتوعدها، ثم انتقل إلى الشعوب كاملة، ثم انتقل إلى العلماء، ثم إذن كان خطابا ثائرا فائرا نسمع منه الكثير في الآونة الأخيرة، نقرأ مثله الكثير على شبكات الانترنت تلك التي صارت المرجع لشبابنا يوم لم يجدوا مرجعا في الساحات، يقول لهم الحق ويعلمهم ويبين لهم ويضبط سيرهم على منهاج الشرع حتى يؤدوا واجبهم ويفرغوا طاقاتهم بالشكل الصحيح والمناسب الذي يحقق الأثر والذي نجني من خلاله الثمر. إذن هذا البيان صار بيان مألوف ومعروف، لافتات عديدة، عناوين عديدة، مصطلحات عديدة، كلها تيارات وتنظيمات تعلن عن نفسها كل صباح وكل مساء، إما على الفضائيات أو على شبكات الأنترنت أو بأساليبها الخاصة، والكل يتهدد ويتوعد بالإفناء والقتل والإبادة. لمن وكيف؟ المهم قتل وإبادة، فالصورة يعني ضبابية عائمة غائمة غير واضحة. وللأسف هذه الحالة اجتذبت شرائح كثيرة جدا من أبناء أمتنا، وشرائح أخرى كانت تتبنى المواقف التي رأيناها المتعارضة، فواحد أيد على الإطلاق، وآخر رفض بالجملة والتفصيل، وثالث كان في حيرة. فلقد أرى هو موافق على مشروع المقاومة على الإبادة، لكن بطرق يعني عصرية وبأسلحة متطورة. فالفرق بين الثالث وبين صاحب البيان، البيان ما زال يقتل بالسيف وينحر بالخنجر، أما هذا يريد أن يبيد في النووي والذري والكيمياء والبيولوجي. وثم سمعنا من بين هذا الضجيج والعجيج صوتا عاقلا واعيا يعني صرخ في الجميع أنكم جميعا مخطئون، وليس هكذا تكون مقاومتنا، وليس هكذا نحقق مشروعنا ونثبت وجودنا، وليس هكذا نستطيع أن نسترد ما أخذ منا، بل يجب أن نضع كل شيء في إطاره الصحيح، وأن ننظر للأشياء وللأحداث بمنظار شرعي عقلاني واضح، وأن لا ننسى أننا جزء من تكوينة إنسانية بشرية تعيش على وجه الكرة الأرضية. من أوامر شرعنا أن نتعلم كيف نتعايش معها وكيف نتكيف معها سلما وحربا ولاء وبراء مواصلة ومفاصلة. فالمهم خطاب عقلاني، لم تتبلور الصورة كاملة في هذا الإيجاز الذي ألقاه الأخ، لكن هو أنموذج للصوت العاقل الذي نريده الآن، وللطرح العاقل الذي ننتظره جميعا حتى نجمع شتات أمتنا ونوحد ثورة شبابنا وفورتهم، ونصوغها في مشروع مقاومة كامل شامل بناء ناجح شرعي مؤطر بإطار وحي السماء، ثم ننطلق في الأرض نعرف أين نضع أقدامنا وكيف يكون وقع خطانا، وما هي المراحل التي نتجاوزها، كيف نتعامل مع العقبات، كيف نتعامل مع المستجدات، كيف نتعامل مع تشكيلات الناس من حولنا سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو مجتمعات أو دول أو كيانات أو قارات. خطاب عاقل لكن يحتاج إلى بلورة وتأصيل. هذا المشهد أيها الأحبة هو مشهد يعني يترجم حرفيا ما عليه واقع أمتنا وواقع شبابنا في هذه الفترة. لذلك نحن بتنا الآن أحوج ما نحتاج إليه هو الطرح الواعي والمشروع الواضح المتكامل المؤطر المنظم الذي يعطي كل حالة حقها. فلسنا دعاة للاستخذاء ولا للانخذال ولا لتعطيل فريضة الله التي هي فريضة الوقت وهي الجهاد في سبيل الله. فإن من عزف على هذا الوتر
لا بد أن تشتم منه رائحة عمالة ما أو جهل مركب أو تلبيس للشيطان قد شمله من مفرق رأسه حتى أخمص قدمه، إذا أراد أن يعطل صوت الجهاد أو أن يسكت نفير الجهاد أو أن يوقف مد الجهاد أو أن يعني يطلب من الآخرين أن لا يتكلموا بالجهاد أو لا يمارسوه حتى. إذن أيها الأحبة، لسنا دعاة استخذاء، بل نحن ندعو إلى جهاد شرعي واضح الملامح والمعالم، ونتمنى أن يكون جهادنا جهادا كاملا شاملا. ولسنا نحن مع ذاك الصوت الإفنائي وذاك الخطاب الإبادي الذي يريد أن يقتل لذات القتل ويطلب الموت لذات الموت، وهم أصحاب يعني فلسفة الموت أو فلسفة الإفناء، فهم يريدون الموت لنا لأعدائنا، يجب أن نموت كيفما تسنى وكيفما جرى الأمر، ويجب أن يموت كيفما تسنى وكيفما جرى الأمر. لسنا نوافق على أن نتعامل مع الدماء الإنسانية والبشرية وخصوصا الإسلامية ذاك التعامل الأهوج أو الغير شرعي، ذاك التعامل الذي يعني يسترخص تلك الدماء ويهدرها بالمجان جملة وتفصيلة تحت مبررات قد تقنع الآخرين ظاهرا بأننا يجب أن نرد، والعين بالعين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يجب أن نشرد بهم من خلفهم، يجب أن نقتل نخطف نقتل نفجر. لسنا مع هذا الخطاب على إطلاقه، فهذا أيضا خطاب جانح فيه غلو خرج عن الجادة الشرعية. نحن مع الطرح العقلاني الواعي الذي يطالبنا أن نعد عدتنا المادية وأن نسعى إلى أن ندوس على عتبات التسلح وأن نسابق أعداءنا في سباق التكنولوجيا والاختراع والتمدن والتطور، وأن نملك الآلة وقوة الآلة وأن نوظفها لصالح قضيتنا. نحن مع هذا الطرح، لكن ليس أن يكون بمعزل عن ثوابتنا الدينية، وعن أن يكون كل ذلك من خلال إطار شرعي، وأن نربط فاعلية وقوة الأرض بروحانية وضوابط السماء، حتى لا تكون هذه الآلة أو حينما نملك هكذا السلاح يدفعنا إلى الطغيان وإلى الظلم وإلى الاعتداء. لأني أعلم تمام العلم أن هناك من يعني يتمزق غيظا من شبابنا ويريدون أن يقتلوا كيفما تسنى، ولو ملكوا أي نوع من أسلحة الفتك لاستخدموها كيفما تسنى وأينما تسنى لهم، وهم يعتقدون أنهم بهذا يرضون الله، ولا أحدثوا مجازر بشرية هائلة في صفوف بني أمتهم وفي صفوف الآخرين دون أن يتقيدوا بأي ضابط شرعي، إنما تدفعهم حماستهم وفورتهم. فنحن مع طلبنا وبحثنا أن نملك الآلة وأن نملك القوة وأن نملك العتاد وأن نعد كل ما نستطيع، لكن مع الضوابط حيث نوظف طاقتنا توظيفا شرعيا صحيحا. أيها الأحبة، إننا نريد مشروعا مقاوما كاملا. طبعا لماذا أنا أستخدم مشروع المقاومة، كلمة مقاومة، لا أستخدم الجهاد؟ لأن الجهاد أيها الأحبة جزء من مقاومتنا وليس هو كل مقاومتنا. لكن قبل أن أبدأ بحديثي عن مشروع المقاومة الذي يجب أن نتبناه جميعا، علي أن أمهد ببيان هذه الحقيقة التالية. أحبتي في الله، الأصل بأننا نحن ائتمننا الله سبحانه وتعالى على أمانة هذا الدين العظيم وأمانة إبلاغه للناس لكي نخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونحن كلفنا بأن نؤدي هذه الأمانة من خلال أولا أن نتمثلها نحن وأن نعيشها واقعا في حياتنا على مستوى الأفراد والجماعات والمجتمعات والكيانات، وأن نعيشها بشكل كامل في بيوتنا وأسواقنا ومساجدنا ومعاهدنا ومعابدنا في حلنا وترحالنا في سلمنا وحربنا. إذن نحن حملة رسالة، نحن أصحاب مشروع يجب أن يعمم على الإنسانية. لماذا؟ السؤال، أنا أريدكم أن 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 تستنفروا كل طاقاتكم العقلية لاستيعاب ما سأقول، لأن ما سأقول اليوم هو الذي سيفصل ما بين حق وباطل وما بين خطأ وصواب في جهادنا ومقاومتنا وفي يعني خدمتنا لديننا. أيها الأحبة، السؤال، نحن حينما اؤتمنا على هذا المشروع وأمرنا أن نبلغه الناس، وكان الجهاد
إحدى أدوات البلاغ لإيصال رسالة الإسلام إلى كل الإنسانية. لماذا؟ لإنقاذ البشرية، أي لإنقاذ الإنسانية، أي نحن نحمل مشروع الحياة، نحن نحمل مشروع الحياة. سأخذ لفتة قرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى لكي تفهم من خلالها كيف يوظف الموت وما هو دور الموت. دعني من القصاص الجماعي والقصاص قصاص الدول والجبهات المتصارعة، فلنتكلم عن القصاص ما بين الأفراد. إنسان قتل إنسان، أجازت له الشريعة، أجازت لأولياء المقتول أن يقتلوا من؟ القاتل. لماذا يقتل القاتل؟ من أجل الحياة. أحسنت، لماذا؟ من أجل الحياة. من يستحضر معي الشاهد القرآني في هذه القضية؟ أسمعني، لكم القصاص حياة، يا إذن لكم إيش في القصاص؟ حياة، حياة، حياة. إذن شرع الله عز وجل الموت الذي هو القتل من أجل ماذا؟ من أجل الحياة، أي يقتل القاتل وهو واحد لكي يحفظ سلامة وأمن الجماعة. فهذا القاتل إن لم يردع ربما يستمر في قتله، فلماذا نقتله؟ هل لذات القتل؟ لا، والدليل لا، أن الله شرع أن العفو وشرع قبول الدية. فإذا أسقط أولياء المقتول حقهم وقبلوا الدية أو عفوا سقط القتل والموت عن هذا الإنسان. متى تقبل الدية أو متى بشكل عقلاني أولياء المقتول يقبلوا الدية من فلان أو مثلا يعفو عنه؟ حينما يرونه بعد أن قام بجريمته ندم واستقام وصلح حاله وأعطى العهد والوعد أنه ما عاد يقتل، ينتقل. إذا ما عاد هناك فائدة من قتله، فإذا عفوا يكون خير، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا الله عز وجل يشجعنا إذا ظهرت علامات أن تعفو، لا مانع. لكن متى تقتل؟ يوم تجد أنه لا يجدي مع مثل هذا الإنسان في مثل جرمه إلا القتل، اقتله. الشاهد حينما نقتل لكي نصنع الحياة. من هنا حينما نخرج للجهاد أيها السادة، وقلنا الجهاد هو إحدى قنوات وإحدى وسائل بلاغ مشروعنا الإسلامي للإنسانية لكي نحييها، لكي إيش؟ نحييها من موت كفرها إلى حياة إيمانها، نخرجه من الظلمات إلى النور. هذا الجهاد الذي انطلقنا به، نحن ما أردنا به أن نقتل، أردنا به أن نبلغ الرسالة وأن ننقذ الناس. لكن إذا ظهر في وجهنا نماذج متسلطة طاغية كهذا القاتل الذي قتل الفرد، يريد أن تبقى الشعوب في موت كفرها ومنع حياة إسلامنا أن تصل إلى الآخرين، نقاتل هؤلاء. لماذا نقاتلهم فنقتلهم؟ من أجل أن نزيحهم عن الطريق لإيصال الحياة. إذا نحن حينما نميت ونقتل من أجل ماذا؟ الهدف الأساسي ما هو؟ هو الحياة يا سادة، هذا مشروعنا الإسلامي، هو نحن أن نصنع الحياة. الدليل حينما تسمع كلمات ربعي بن عامر في بلاط رستم، حينما قاله ما الذي جاء بكم؟ لم يقل له جئنا إليكم من أجل أن نطير رؤوسكم ونشرب دماءكم ونصفي وجودكم ونفني أخضركم ويابسكم، ما قال له ذلك. وهو وربعي كان في موطن يقدر أن يقول أكثر من هذا، يعني معه جيش وقوة، ويعني هم متأكدون أنهم منصورون، وهو يخاطب قائد الفرس الأعلى. لكن ماذا قاله؟ لم يستخدم أي صيغة من صيغ الإبادة والإفناء والقتل المخيفة. قال إن الله ابتعثنا لكي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فيها شيء روائع، إفناء وذبح وتقصيب، وهذا هو جهادنا. فلما بين له الهدف من انطلاقة الجهاد قال يعني فماذا تعرضون؟ إيش عندكم؟ قال ثلاث: إما الإسلام ونرجع عنكم
تسلمون. إذن ما المقصد؟ الحياة. وكانوا قادرين على الإبادة والموت، بس إذا أسلمتم خلاص هذا المطلب، نرجع لكم ما لنا وعليكم ما علينا. وإما الجزية وإما المناجزة. متى جاء القتال؟ أيضا في النهاية. انظر إلى التوظيف، أريد أن تفهموا مشروعنا، لأن ضاع المشروع الأصلي في ضجيج الثارات والثورات والانفعالات والبيانات والجماعات والانفجارات وتحت ركام ظلم أعدائنا لنا. يجب أن لا يكون ظلم أعدائنا لنا سبب أن نخرج عن مشروعنا الإسلامي وننسى مشروعنا الأصلي. أيها السادة، يجب أن لا ننسى هذا. إذن نحن بالأصل صناع حياة، ونحن حملت رسالة الحياة إلى البشرية. أيها السادة، مهما كانت البشرية طاغية وباغية ومتجبرة وعنيدة، وأكبر دليل بأن دعوة محمد عليه السلام ما هي إلا امتداد لدعوات الأنبياء والرسل الذين كانوا قبلا، وما بالنبي إلا دعا قومه وصبر عليهم وأراد أن ينقذهم إلى أن نفذ فيهم قضاء الله بالإفناء. فمن آمن نجا، ومن أبى عنادا وكفرا بعد زمن طويل طويل أهلكه الله سبحانه وتعالى. يعني مهما قلنا أن هناك الآن من طغيان على وجه الأرض، فلن يكون كطغيان فرعون يوم ادعى الألوهية ويوم ذبح الأبناء واستحيى النساء وشرد الكبار وعبد بني إسرائيل وفعل الأعاجيب. ومع ذلك كانت رسالة موسى الأصلية إليه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته في مكة يبلغ كلمة الله، يصبر ويصابر ويتحمل الأذى. من أجل ماذا؟ من أجل أننا صناع حياة، نحن لا نريد الموت لذات الموت. أيها الأحبة، وأريدك أن تقف ما بين مشهدين اثنين، ما بين مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يدعو ويؤذى ويطلب من الناس أن يقول لا إله إلا الله لكي يدخلوا الجنة ويضمن لهم بها الجنة ويملك العرب والعجب ويحوز سعادة الدنيا والآخرة، وهم يؤذونه ويحاصرونه ويجوعونه ويتهمونه. واملأ في مخيلتك ما جرى بعد هذا المشهد إلى أن جاء اليوم الذي فتح به النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال لأهل مكة الذين آذوه في البداية وصدوه وبقوا على مواجهته ومجاباته للنهاية، ماذا قال لهم يوم ملك أمرهم؟ هل أبادهم وأفناهم؟ ماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأننا صناع حياة يا سادة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذور قبل أن يدخل مكة، يقول لجيوشه ادخلوها من جوانبها الأربع وأبيدوا من فيها، اقتلوهم بعد أن أدخل ما حد يلومني، شان ما حد يطلب مني عفو ولا أشوف وجعل، أبيدوهم. لقد آذوني 23 سنة تهما وأباطيل وحرب، وقتلوا خيرة أصحابي ودخلوا معي حروب وألبوا علي القوى الكبرى اليهودية والنفاقية والرومية، ومع ذلك يوم ملكهم ماذا قال؟ ما كانت قضية إفناء وإبادة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإذا أن تملأ مخيلتك ما جرى بين مشهد الإيذاء الأول ومشهد العفو الأخير. كل المشاهد كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها إيذاء وحرب وقتل للأصحاب وتجويع ويعني إرباك في الليل والنهار. إذن كم وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى؟ إذن لم يقع بعد علينا مثله. أنا أريد أن أصل لها الموازنة، لم يقع مثله يعني علينا، ومع ذلك يوم ملك قال اذهبوا فأنتم طلقاء. المقصد ما هو؟ أننا نحن نحمل مشروع حياة، ولسنا نريد الموت لذات الموت ولا الإفناء لذات الإفناء. أيها الأحبة، إذن نحن أصحاب مشروع، بند من بنوده هو الجهاد. قبل أن ننطلق إلى الآخرين نجاهد في سبيل الله نبلغهم كلمة الله، يجب أن نتمثل مشروعنا حياة في أنفسنا وأخلاقنا وسلوكياتنا وأبنائنا وأسرنا، في شوارعنا وجوامعنا ومعاهدنا ومعابدنا ومآذننا ومداخننا، في كل أحوالنا يجب أن نعيش نحن هذا المشروع قبل أن نخاطب به الآخرين ونحمله إلى الناس. أيها الأحبة، حينما انطلقنا بمشروعنا بعد أن تمثلناه، طبقنا السلف الصالح، طبقوا الإسلام ثم انطلقوا يبلغون الناس، انتصروا في كل معاركهم وأنقذوا شعوبا ودولا وقارات بكاملها من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، وكانوا حقا صنع حياة، وكان جهادهم
موظفا بالإضافة إلى قدوتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم وعدلهم وإنصافهم، وكان مع الجهاد بأسهم وشدتهم، كل هذا موظف لإنقاذ الشعوب من الظلمات إلى النور. يوم طبقوا على أنفسهم وانطلقوا يحملون السيف بيد ويحملون قرآن الله بيد ويتمثلون تعاليم وقيم هذا الدين في حياتهم، انفتحت لهم القلوب قبل البلاد، ودخلت شعوب بأسرها، يكون جيشهم يقاتل جيش المسلمين والشعوب من وراء الجيش المحارب تدخل في الإسلام، مما يسهل عملية الفتح للبلدان. وكلما ازداد المسلمون عدلا وإنصافا وإكراما للإنسان كلما كان فتحهم أشمل وأعم وأوسع. وإن ننسى فلا ننسى فتح سمرقند. سمرقند دخلها الجيش المسلم دون أن يؤذنوا أهلها، فجأة داهموا ما دخلوا، يعني لم يرسل إليهم رسول ويعرضوا عليهم الإسلام أولا ثم الجزية ثم المناجزة ثم يضعوا الشروط فيما بين الطرفين، إنما فجأة دخلوها تماما. فأهل سمرقند لما سمعوا عن أخلاق المسلمين وعدلهم عرفوا أن هذا التصرف من الجيش المسلم تجاوزوا فيه قوانينهم الشرعية وتعاليم نبيهم النبوية صلى الله عليه وسلم، فبعثوا بشكوى إلى الخليفة. فتصور إيش يكون الموقف، من يتصور هذا؟ يرسل الخليفة كتاب أني ينصب قاضي لأهل سمرقند، ويأتي وفد يعرض المظلمة، ويأتي قيادات الجيش يعرضوا حججهم، فإن ثبت لدى القاضي بأن الجيش دخل سمرقند دون إنذار أو إذان يخرج الجيش من سمرقند. وهذا كلف ميزانية الجيش وكلف ميزانية الدولة، والجيش لم يؤذي أحد، دخل وتملك البلد، تملكها. ومع ذلك يوم نصب القاضي ماذا حكم؟ حكم بأن يخرج الجيش من سمرقند. فماذا كانت ردة الفعل؟ دخل أهل سمرقند جميعا الإسلام، قالوا إذا كان هكذا هو دينكم فهو الدين الحق الذي يجب أن يتبع، فدخلوا في الإسلام بدون مناجزة وبدون قتال. نحن صناع حياة أيها السادة، يوم انطلقنا نحمل مشروعنا وقد طبقناه فتحنا البلاد ودانت لنا العباد، نسأل سؤال، نقول الآن واقع ظلم علينا يا شيخ، وانت عم تكلمنا ونحن وين عايشين الآن؟ أقول طيب أنا جايك، ما هو أنا بدي أصل لهذا اليوم. متى انقلبت الأمور علينا وانعكست؟ ومتى صرنا أذلة في عقل دارنا نغزى؟ متى؟ أوليس حينما تركنا مشروعنا الأصلي ابتداء بالتطبيق على أنفسنا ثم نقله إلى الآخرين، مما أدى أن الآخرين وجدوا فرصة واسعة، حشدوا وجمعوا، ووجد من رؤوس الكفر من ملأ قلوب تلك الشعوب بالحقد والكراهية، وجاءوا إلينا بدافع ثارات قديمة وبدافع سرقات خيرات وبدافع توسع. وما من دولة إلا وتطلب دائما أن تتوسع وأن تزيد في رقعتها وأن تحوز على مكاسب ومغانم لصالح رعاياها وشعوبها تماما. فلما نحن قصرنا، متى وقع لي الظلم؟ لما نحن قصرنا ابتداء بترك موجة الفتح في ديار هؤلاء، وثانيا بترك التطبيق الإسلامي على أنفسنا، ما عدنا نطبق، فخلى الله بيننا وبينهم فتسلطوا علينا وبدأوا ينزلون بنا هذا الظلم الذي نعيشه الآن من احتلال وقتل وإبادة. طيب الآن نحن نريد أن نقاوم، نريد أن نرد عنا هذا العدوان وهذا الاعتداء ونرفع عنا الظلم، كيف يكون الحال؟ هنا جرت المشكلة. لم يرجع المسلمون إلى أنفسهم وينظروا أين الخلل الذي وقعوا فيه حتى أجلب عليهم الأعداء في عقر دارهم، إنما صار يتعامل مع المسألة أنهم مسلمون حق الإسلام ووقع عليهم اعتداء، وبالتالي ما هو الحل؟ الحل هو بأن كل شريحة أو كل جماعة أو كل فئة أو كل طائفة بدأت توجد نفسها حلا بزعمها لدفع الظلم ورفع العدوان عنها، مما حصر المسألة من مسألة مشروع إسلامي نحن أضعناه وضيعناه تطبيقا وبلاغا إلى قضية اعتداء علينا فيجب أن نرد، فحصرناه في قضية حمل السلاح وقتل الآخر. والقضية هي أكبر من ذلك وأوسع من ذلك، فلو بقينا نقتل فيهم ليل نهار هذول اللي عم يأتوا فلن ننتهي منهم. أو تظنون أننا إذا انتهينا من كل الغرب أو سيتركنا الشرق؟ معسكر لن نترك، طالما نحن يعني ضعفاء مفرقون
ضائعون لا نطبق الإسلام ولا نحمل رسالته إلى العالم، ستبقى دول العالم تغزون ليل نهار. واعلم هذا التاريخ. ليش لم يغزون فقط إلا الفرنجة أو الصليبيين؟ ألم يغزون التتار؟ ألم يغزون المغول حينما وجدوا فرصة؟ لما جاء التتار ما كان في فرنجة ولا صليبيين، لكن هؤلاء وجدوا فرصة فغزونا. المهم العلة أين؟ نحن حينما تركنا تطبيق الإسلام وإبلاغ إلى الناس وإيصاله إلى الناس لإنقاذهم، جاءوا يحملون موتهم إلينا لإماتتنا. هذا الذي تم. ردة الفعل الآن يجب أن تكون ما هي؟ أن يجب أن نسترد مشروعنا الإسلامي وأن نحمل الأمانة بمجموعة، بدءاً بعودتنا جميعاً للإسلام وتطبيق أحكامه، ثم نبدأ بوضع آلية لكي يرانا الآخرون ويحترموا ما نحن عليه، ثم ننطلق بموجة فتح بدءاً من رد الاعتداء، ثم إيصال نور الرسالة إلى عقر ديار الكافرين. يجب أن تكون هكذا ردة الفعل الشرعية الصحيحة. إنها بماذا حصرناها نحن؟ حصرناها أن المسألة لا تعدو أن تكون احمل سلاحك واقتل. يجب أن أقتل هذا الذي جاءني، وأن أقتل من ورائه كل من ينتسب إليه، وكل من يشاركه في البلد أو يشاركه في الجنسية أو يشاركه في الانتماء. إذن يجب أن أقتل، أو في التعاطف أو التأييد أيا كان وكمان. ليس هكذا يكون الحل أيها الأحباء. نحن يجب أن نعلم بأن المقاومة هو مشروع كامل شامل، جزء منه الآن هو الجهاد. فحينما نتكلم عن الجهاد بالواقع الحالي يجب أن نضع له نضع له الموازين التي تناسب مساحته بالواقع الحالي. كيف نجاهد الآن؟ أما المقاومة هي أوسع من الجهاد. كيف نتصدى لهذه الموجة؟ كيف نتصدى لهذا الواقع الذي نعيش؟ كيف نتصدى لهذه الموجات المتلاحقة المتتالية علينا في لإبادتنا وإفنائنا على كل المستويات، أبسطها الحملات العسكرية، أبسطها على الإطلاق. كيف نتصدى لكل ذلك؟ وأقول أبسطها لأنني أعتبر أن الحملات الثقافية والتربوية والأخلاقية والإعلامية والاقتصادية والسياسية قد تكون أخطر أيها السادة. وتقول لي لماذا كيف أخطر؟ أنا أقول بكل بساطة، حينما يأتي الكافر إلي فيقتلني، إن شاء الله مهما كنت حتى لو كنت عاصي أنا بإذن الله فأنا أرزق عند الله أجر الشهادة. حينما يقتل جسدي، قتل جسدي فقط وبقيت روحي، أقل شيء خسرت الدنيا بس بقيت للآخرة، سلم. أما حينما يقتل عقيدتي بحملته الإعلامية بالشبه والشهوات، حينما يقتل أخلاقي بحملة الأخلاقية بالإباحية والمجون والفساد والرقاعة والخلاعة والفسق والفجور، ويعني الاستمرار عدم العفة وعدم الشرف في حياة المسلمين، وهذا موجود في أجيالنا وفي واقعنا. حينما يقتلني عقيدة أو يقتلني أخلاقا أو يقتلني مبدأ أو يقتلني فكرا، هذا قتل خطير، لأني أنا ميت بين يديه الآن، خسرت دنياي وسأخسر بعدها آخرتي. فأي القتلين أخطر وأي الحملتين أشاد؟ نحن الآن عم نحصر المسألة كلها في الحملة العسكرية، قضية القتل وقتال، وأنا أرى هذه الأهون. وكما أكدت سابقا وتكرار ومرار، الحملة العسكرية ما كانت إلا نتيجة للحملات الأخلاقية والعقدية والتربوية والثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية حتى استطاعوا أن يغزونا بحملاتهم العسكرية. يجب أن نعالج المسألة من أساسها، وأن تكون معالجتنا كاملة شاملة واعية واضحة تامة حتى إذا أردنا النجاح. أما إذا سنبقى هكذا نحصر المسألة في انسف سفارة وفجر وأخطف وأقتل عندها الحد دون أن ننتبه للمشروع العام اللي كلنا مسؤولين فيه، فلن ينتهي الأمر. لن تستطيع جماعة مهما بلغت من بأس وقوة، ومهما أصدرت من بيانات، ومهما خطفت من رهائن، ومهما ذبحت على الشاشات، لن تستطيع هذه وحدها أن تفعل شيء. يعني دعنا إذا كانت مصيبة أو مخطئة، لن تستطيع جماعة من 100 200 300 1000 2000 10 لن تستطيع أن ترفع حيفا نزل على أمة تعدادها مليار، لأن الأمة مسؤولة بمجموعها عن نهضة كاملة. وهذا ما سيبين وسيوضح أيها الأحبة. كلنا يجب أن نقاوم. كيف نقاوم؟ هذا الذي يجب أن نفهمه. لا نحصر المسألة في قضية أني هناك ناس اقتلهم سواء هنا أو في عقر دارهم، ليست المسألة محصورة هكذا. وأعود فأؤكد، ليس هذا معناه بأننا نلقي سلاحنا في وجه من جاء يحتل ديارنا أبدا، وليس هذا معناه بأن نعطل الجهاد الآن إلى أن ننجح في باقي صور المقاومة. نحن نريد مقاومة شاملة، بند من بنودها المناجزة والقتال ورد العدوان بكل الطرق الممكنة تحت إطار الشرعية وتحت إطار المصلحة. مو بس أن تكون شرعية وأن تحقق لنا مصلحة
في مشروعنا العام. إذن المشروع جزئي، الجهاد والمقاومة خط فرع من فروع مقاومة شاملة نريد من خلال الأمة أن تنهض وتستعد مكانتها وسيادتها وقيادتها، ثم انطلاقها هي إلى ديار الآخرين مهيئة إليها. طيب الجهاد هو أحد البنود، لكن الجهاد حينما نمارسه يجب أن يمارس بطريقة توفر علينا فلسفة الإفناء والموت المجاني اللي يعني عالطالعة والنازلة، بس موت سواء تموت أنت أو تموت غيرك، توفر علينا هذا، إنما تكون مرشدة منضبطة، وتكون يكون جهادنا جهادا يكسبنا مكاسب في مشروعنا الكامل، فنربح نربح 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 الأمم، نربح الجماهير، نربح الشعوب، لا أن جهادنا يجعلنا نخسر كل مشروع المقاومة الكبير وكل مشروع الرسالة الذي نحن ائتمننا الله سبحانه وتعالى لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. هذا ما سيكون أو سيبين أيها الأحبة من خلال بنود سريعة سأبينها لكم، ستوضح لكم كيف تكون المقاومة، وستبين لكم دوركم، وستبين كيف يكون يعني كيف يكون أداء الواجب في هذا الوقت، ومن ضمنها ضمن الواجبات واجب الجهاد في سبيل الله وكيف يمارس ويؤدى. أيها الأحبة، أخرج الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه المصطفى بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، يقول مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره، أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. هذا الحديث أيها الأحبة ربما يقرأه البعض يعني بشكل سريع ويقول الأمة فيها خير ويظل ماشي يعني عند الفهم الظاهر فقط، إنما هذا له مدلول بعيد جدا، يجب أن نفقه يعني روح الحديث وأن نفهم معناه وبعده. يؤكد هذا الحديث أن التدهور والانحلال والهزيمة ليس شيئا متصلا في حياة أمتنا، فهناك دائما إمكانية إدخال نوع من التحسن على أوضاعنا العامة، وتاريخ أمتنا يشهد بأنها تعرضت لموجات من الصلاح والإصلاح رغم خسارتها في بعض المواقع ورغم تراجعها في بعض المراحل. أيها الأحبة، التدهور والتراجع والانكسار في حياة أمتنا هذه ليس هو قدر لازم، وليس هو خيط متصل، وليس هو قضاء مستمر فينا واني خلاص ما عاد يعني امكان ان نغير فيه شيء، يجب ان نستسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدرى اوله خير او اخره، في الحديث اثبت الخيرية للاولية والاخرية. طيب اذا ثبت خير الامة في الاول والاخر، اشتبت عندنا ايضا ثبت الخير ما بينهما، فهذه الأمة لها الخيرية في أولها وآخرها وما بين الأول والآخر، إذن هي أمة خيرية تماما، وأمة اصطفاها الله بوسام الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق، أمة لا يمكن أن يبقى التدهور والانكسار والانهزام مستمر في حياتها على الدوام. ربما تخسر في جبهات ستربح في جبهات، ربما تخسر بعض المواقع ستربح مواقع، ربما أيها الأحبة تتراجع في بعض المراحل ثم ستعوض التراجع بتقدم واضح المعالم. والأمة منذ أن انبثق نورها وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وإلى الآن مرت في مراحل انكسار وانحدار وتراجع ثم تعود من جديد، تغزى في عقر دارها ثم تتحرر وتنطلق تحمل رسالة الفتح. ومن قرأ تاريخ الأمة لا يستبين أنها تعرضت من الزلازل والسيول والاجتياحات والمؤامرات والإجماع عليها والتكتل الدول عليها، ما لو يعني تعرضت لربعه أي أمة لفنيت من الوجود لما بقي لها أثر، وما زالت الأمة باقية قوية، والآن هي تقريبا خمس الكرة الأرضية تملكها مساحة وتعدادا، باقية أمتنا موجودة هذه الأمة. إذن هذه المرحلة اللي احنا فيها قدرنا نحن أن نولد في مرحلة نتعرض فيها لانكسار، نتعرض فيها لحصار، لدمار، لتراجع، لكن هذا ليس معناه أنه قدر لازم مستمر، يجب أن نقوم بدورنا لإدخال تحسن على الأوضاع العامة للأمة، فلو قمنا بالشكل الصحيح لنجحنا أيها الأحبة. والدليل أنس رضي الله تعالى عنه ابن مالك صحابي وربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان خادمه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ومع ذلك في مرحلة المراحل يوم
ظهرت فتنة الحجاج أصاب أنس حالة من الانكماش وحالة من يعني الحزن وحالة من الانطواء، وجاء الناس إليه يشكون له ظلم الحجاج وما يفعل الحجاج وكيف تغيرت الأمور، فماذا أجابهم؟ قال اصبروا اصبروا، فوالله لن يأتي عليكم زمان إلا والذي قبله خير منه والذي بعده شر منه. فيعني الناس أصابهم حزن وقالوا إذن خلاص، طالما لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه واللي قبله خير منه، إذن نحن من شر لشر. لم ينتهي زمن الحجاج بفترة بسيطة إلا وظهر عمر بن عبد العزيز، فأبطل نظرية أنس وتحليل أنس، هو صحابي واجتهاد أنس، أنا ظهر عمر بن عبد العزيز فأعادها خلافة راشد على منهاج النبوة وأوصل العدل إلى أعلى مستوى حتى كاد أن يكون كزمن عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. جرى هذا ولم يجري أيها السادة. طيب أنس اجتهد حسب الظاهر، شاف ظلم الحجاج قوة الحجاج بطر، قال خلاص معناته شر بعض، لكن الله جل أراد أن يقول حتى لأنس أخطأت. أنا أضرب بهذا المثل من أجل أن أقول لهؤلاء الذين قالوا خلاص، يعني من هم أمام أنس اللي خدم النبي 10 سنوات مهما كانوا علماء وفقهاء وأصحاب نظرة تحليلية، اللي الآن عم يخاطب الأمة بالخطاب التيئيسي، خلاص شر ما في غير الشر، وهالشعوب ما في عليها إلا الشر، ونحن في جر، خلاص قوموا فلنموت ولنمت وتنتهي المسألة. من قال لكم؟ ربما الآن لا تمر يعني فترة كفترة الحجاج إلى عمر عبد العزيز، فيظهر عمر بن عبد العزيز من جديد ويصلح الله عز وجل حال الأمة، لأن الخير موجود في آخرها. من قال لكم؟ ودليل يعني يؤكد هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حزمة من النصوص عن نكبات وولاد تصيب الأمة وانكسارات وظهور فتن كبيرة يعني مخيفة، وأخطرها حينما تحدث عن فتنة الدجال، هي أعظم فتنة تمر على الأمة، إذن كل الفتن التي قبلها أهون منها. ومع ذلك يوم تحدث عن الدجال وعن الفتن وعن النكسات ذكر في حزمة معها، حزمة أحاديث أخرى، عن بشائر وعن خير قادم، ومن بيت حجر ولا وبر إلا سيدخل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطل عدل عادل ولا جور جائر، وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. إذا في الوقت التي تملأ فيه ظلما وجور يظهر واحد يملأها قسط وعدل، إذا في بشائر، إذا التراجع والانكسار والهزائم والفساد ليس هو قدر لازم وليس هو خيط متصل يا سادة، إنما نحن نؤدي ما علينا ونقوم بالواجب وسيجري تحسين على واقع أمتنا. لما نتخلص من خطاب التيئيس ومن حالة القنوط تماما سنعود من جديد صناع حياة، أما الآن نحن لأننا يائسنا ما عدنا نعرف إلا فلسفة الموت، نموت ونميت نقتل بس خلاص، القضية انحصرت في مسألة كيف تقتل وكيف تقتل بس، ما لهكذا أرسل الله الأنبياء وما لهذا أنزل الكتب وما لهذا ائتمننا على إرث النبوة إلى هذا اليوم، ما لهذا أيها السادة، ما لهذا أبدا أبدا. فإذا هذا أمر يجب أن نعيه ونذكره. ثانيا أيها الأحبة، الشدائد صحيح أنها مؤلمة ومحزنة، لكن اعلموا مهما ضغطت علينا بكلها وكلكلها، ومهما يعني اشتدت علينا بخناقها، ومهما يعني نالنا منها من لأوائها وضرائها وبأسائها وزلازلها، فإن للشدائد فوائد، إن للأزمات أيها الأحبة منافع عظيمة جدا جدا. واعلموا، وهذه أحب أن تكون بشارة من البشائر لكي تعود همتكم ونشاطكم، ما تيأسوا، نحن على خير، الأمة على خير، لا لا لا, لا تنظر لظاهر الحال، أمريكا في العراق واليهود في فلسطين والعالم متآمر، القضية بإيدنا بس كأمة، حينما نفقه مشروع المقاومة كما سأبين الآن ونقوم والله سننجح، والمستقبل لنا والمستقبل قريب ليس البعيد. أيها الأحبة، أعلمكم أمر وهو بشارة من سنن الله سبحانه وتعالى تماما، أنه إذا تعرضت الأمة أو أصاب الأمة وهن وميل للدنيا وركون وترك أداء الواجب يربيها، يربيها كيف يربيها؟ يسلط عليها الفتن والابتلاءات وجور السلطان والأعداء والشدائد. ليش يسلط عليها الشدائد؟ ليش؟ كرها لها؟ أبدا، الله جل الذي اختار الأمة للا إله إلا الله وأكرمها بنعمة الإسلام ما يبغض هكذا أمة، لكن يربيها. إذن الأزمة والشدة في حياتنا شو هي؟ تربية. لما رحمة، الطبيب الذي يرى العلة في مريضه
فيأتي في شق له بطنه ويقطع له من جسده ويرمي ويخيط له، مؤلمة لما هي مؤلمة، لكن ما الغاية من ذلك؟ الشفاء. هكذا المولى سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يتعامل معنا الآن، عم يسوي لنا عمليات جراحية يا سادة، عم يقطع هنا ويوصل هنا ويشق هنا ويعمل هنا شدائد محن، لكن من أجل أن نشفى. وهنا البشارة، المرحلة التي تبلغ فيها الشدة ذروتها والأزمة نهايتها ويبلغ السيل الزبا، هي دلالة على أن هذا الجيل هو الذي اختاره الله واصطفاه لكي يحدث التغيير من خلاله. خلص ستنتهي عادين الموجة التي علينا وستصبح لنا. إذن تعاظم الشدة دليل اصطفاء. إذن الله يصطفينا الآن، وكلما عظمت ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظن أنها لا تفرج. الشدة علينا الآن هي تمهيد لاصطفائنا، هي إعدادنا، عم يعالجنا المولى لكي نبرأ من عللنا ثم نحمل دواءنا إلى الإنسانية كلها. الأزمات لها منافع والشدائد لها فوائد، ولو لم يكن منها إلا ثلاث اخترتها من بين 3000، 3000 فائدة، ثلاث اخترتها هي الأبرز والأوضح التي نحتاج الآن، لا يكفينا يعني فوائد من هذه الشدائد ويكفينا منافع من هذه الأزمات. أولا أيها الأحبة، الشدائد والأزمات تدفعنا إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. لما نيأس وتنقطع من الحيل ونجرب كل الحلول ونجرب كل الشعارات ونركض يمين ونركض شمال ونروع هيئة أمم ونروع مجلس أمن ونشكر الدول الكبرى ونقبل أيدي ونقدم درازات وما في حل، ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا الله. فإلى أين نلجأ؟ نلجأ إلى الله. الأمة الآن تلجأ إلى الله والسادة، لأن تعلم علم يقين خلاص ما في حل، ما بقي إلا أن نتعلق بالله. وهنا الأمة الآن تمر بمرحلة مخاض، ستولد ولادة إيمانية جديدة، بس عم تخربط، عم تخطئ، عم تخطئ يمين وشمال، لأني ما في أحد قام وبين لها البيان الكافي والواضح لكي يأخذ بأيديها، ما في من تصدى لها في ساحاتها لتوجيهها وتربيتها وإعدادها، صارت تتخبط لكنها تتوجه إلى باب الله سبحانه وتعالى. فإذا أول الفوائد تعلق بالله، الذي هذا التعلق يمنحنا طاقة متجددة على الصبر والمقامة لتجاوز المحن مهما كانت عظيمة. إيش المصبرنا الآن؟ تعلقنا بالله. ما الذي يصبر إخواننا في فلسطين، إخواننا في العراق؟ تعلقهم بالله وعلمهم بأنهم إن شاء الله يعني هم محسوبون على الله، وأنهم إن ماتوا ماتوا شهداء، وأنهم يعني ما نزل بهم لهم فيه الأجر والمثوبة، وسترفع درجاتهم، وأن الله سينصرهم إذا صبروا وجاهدوا، أي نعم، ولم يعطوا الدنيا في دينهم. إذن التعلق بالله يمنح طاقة تماما تدفعنا إلى الصبر والمصابرة وإلى أن نحافظ على روح المقامة وأن نتجاوز المحنة التي نحن فيها. من الفوائد أيضا للشدائد، الأزمات والشدائد تمنحنا فرصة للمراجعة والنقد ولوم النفس على كل ما بدر منا من التقصير في الماضي، مما يدفعنا إلى تجديد أساليبنا وأدواتنا لإحراز نصر صحيح وواقعي. دائما لما تزداد الشدائد نحن نحاول يمين نحاول شمال تماما وما عم ننجح، ما عم نتجاوز المحنة، ما عم نتجاوز الواقع، نبدأ بلوم أنفسنا، نبدأ بالمراجعة، نبدأ بالنقد، أين أخطأنا؟ من أين أتينا؟ وين الخلل؟ وين النقص؟ ما هو الثغر الذي لم يسد؟ ما هو الأمر الذي قصرنا فيه؟ إلى جيل بعد جيل، إلى أن تصل الأمة بعد مراحل من النقد والمراجعة والمحاسبة ولوم النفس، تصل لمرحلة خلاص تأخذ بالصواب بدون خطأ، فتتعامل بأساليب وأدوات صحيحة يوصلها إلى النصر. ومن الفوائد، فوائد الشداد أيها الأحبة، أن الأزمات يعني تعطي للحياة معنى، فالحياة بدون شدائد وأزمات حياة مترهلة، حياة باهتة، تؤدي إلى الانحطاط وإلى الركون وإلى ترك الهمم العالية. هذا ما يسميه الآن علماء الاجتماع خيانة الرخاء. قال الرخاء في حياة الأمم، حياة الشعوب، يعني له خيانة كخيانة بعض الأفراد الذين يبيعون أرضهم وعرضهم وشعوبهم وخيراتهم. خيانة الرخاء، الرخاء في حياة الأمم، يعني عرفت كيف، يؤدي إلى البلادة، إلى ترك روح المقامة، إلى فقدان الإحساس بالحياة ومعنى الحياة وطعم الحياة وكرامة الحياة وعزة الحياة. فإذا الأزمات تقضي على الرخاء وعلى خيانة الرخاء وتنهض بالأمة من جديد قوية أبية فتية. فإذا ما ينزل بنا من شدائد إن فهمناه بهذا الفهم، إذن هو له فوائد، وسيأتي من بعده خير إن شاء الله لأمة لا يدرى أخير أولها أم آخرها. الآن أيها الأحبة، كيف نقاوم؟
كيف نقاوم؟ أولا الجواب الذي أريد أن يكون واضح في ذهن كل الإخوة، معنى المقاومة ليس هو خط الجهاد أي القتال والمقاتلة والمناجدة، هذا فرع من فروع مقاومتنا، هذا واضح في أذهاننا. إذا لما تسمع مني كلمة مقاومة لا يروح بالك على الكليشن وعلى البيكسي وعلى الهاون، لا، الجهاد بصورة القتال هو جزئية صغيرة من مشروع مقاومة كبير، واضح؟ إذا يشمل أي الجهاد يشمل هذا الذي أقول، يعني يجب أن يطبق عليه هذا الذي أقوله في مشروع، يعني كيفية مقاومتنا، أساليب مقاومتنا، كيف ننجح في مقاومتنا. أولا يا أحبة علينا أن نبدأ بتفعيل قوانا المعنوية وطاقاتنا الروحية، وهذا سلاح غفل عنه الدعاة والمصلحون والموجهون للأمة والمستنهضون لعزيمتها. تفعيل الطاقات المعنوية والروحية هذا هو السلاح الأبرز الذي ركز عليه محمد عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته وخطابه للناس يوم أراد أن يشكل قاعدة ينطلق منها إلى بناء أساس لدولة الإسلام، ثم ينطلق من خلال الدولة إلى أن يبسط نور الإسلام على وجه الأرض. الطاقات الروحية يجب أن تفعل أيها الأحبة. نحن الآن لا ينقصنا قوة أجساد، كلنا ما شاء الله عضلات وهمم، كلنا قادرين على أن نؤدي دورنا، كلنا بلا استثناء أبدا أبدا. يعني قبل إذا كان الأعرج يعذر، قبل مو كان يعذر الأعرج؟ ليس على الأعرج حرج، ليس على محرج في مسألة الجهاد، مو كان يعذر تماما؟ الآن لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لأن كان قبل سلاحنا الواحد هو أن نحمل السيف، بدك تنزل المعركة فبدك رجلين توقف عليها وبدك بصر تشوف في عدوك تماما حتى تصطدم، فعذر من أصيب ببعض العهد. الآن ما في عذر، الدليل الأعرج يستطيع يركب سيارة محمل السلاح يسوق بإخوانه يقاتلوا، صح لما وصح؟ الأعرج قادر يذخر، الأعرج قادر يبرمج على الكمبيوتر، حتى الأعمى قادر على أن يؤدي أدوار كثيرة من خلال التكنولوجيا المعاصرة وأن يلعب دورا واسعا وكبيرا أيها أحبة. ولقد برز من أصحاب هذه العاهات يعني شخصيات لها وزنها ولها أثرها ولها ثقلها. فإذا أيها الأحبة نحن الآن بحاجة أن نفعل طاقاتنا المعنوية والروحية، لأن طاقاتنا الجسدية عندنا كفاية منها، عندنا كفاية. تدرون الطاقات المعنوية والروحية هي التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، جعلهم يتعشقون حياة البقاء، حياة النعيم المقيم، جعلهم يتعلقون بالجنة، جعلهم يسمون فوق ثقلة الطين والتراب، جعلهم يصلوا لمرحلة أن الواحد منهم يعيش على الأرض بجسده وروحه في الجنة في الآخرة، جعل الواحد يصل منهم إلى درجة من الإيثار ومن التضحية ومن الاستعداد للبذل، نعم، وأن أن يبذل لإخوانه ولأمته بل للإنسانية أن يبذل حتى نفسه وولده وماله، وهذا أمر ليس بقليل. لما تفعل الطاقات الروحية والقوى المعنوية فينا أيها السادة سنتماسك من جديد، لن يبقى فينا ضغاء بيننا، لن يبقى بيننا أحقاد، لن يبقى فينا تشرذم، سنصبح كفا واحدا، جسدا واحدا، جدارا واحدا، سنصبح أمة متماسية تقدر على أن تفعل شيء تفرض احترامها على الآخرين. سنندفع جميعا بكل انطلاقتنا بلا تردد، سنندفع إلى البذل أن نقدم من المال والنفس والولد الكثير. الآن الأمة 99% فاصلة 99 تبخل حتى بمالها، تبخل حتى بالمال، تبخل حتى بالدمع، تبخل حتى بالفكرة. لن يحرك طاقة البذل والتضحية فينا إلا إيش؟ القوى الروحية والمعنوية الكامنة فينا، وآمن عبد يحمل لا إله إلا الله إلا في هذه الطاقات. يجب أن نفعلها من جديد، نفجرها من جديد. فإذا تحركت وين؟ أين؟ متى سيأتيني ذاك اليوم الذي أرى فيه المسلمين نعم يدا واحدا على من سواهم؟ أين سأرى ذاك اليوم الذي أرى فيه المسلمين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أين؟ أين سيأتي ذاك اليوم الذي نرى فيه سبعة كل منهم يؤثر أخاه بحياته من أجل جرعة ماء؟ أين سنجد هذا؟ يوم نجد هذا أيها الأحبة، وهذا بدفع الطاقة الروحية، فإننا سنستطيع أن نفعل كثير. إذن أولا يجب أن نفتش عن طاقات روحية والمعنوية، نفجرها نفعلها. كل بند أيها الأحبة له مشروع تفصيل، له مشروع معايشة سنتعرض لها، لكن الآن
هي الخطوط العامة لمشروع مقاومتنا الكاملة الشاملة التي من خلالها نحقق عزتنا وكرامتنا ونصرنا، مو بس ندحر أعدانا نطلعهم من ديارنا، هذا مو هدفنا نحن، بل نوصل هذا الدين إلى عقر ديارهم أينما كانوا وكيفما كانوا، لا لإثنائهم إنما لإحيائهم. الأمر الثاني أيها الأحبة، التنظيم العقلي. التنظيم العقلي وماذا أعني به؟ المسلمون الآن أيها الأحبة أذكياء، اللي يقول لك المسلمين أغبياء ترى لا يعرف من الأمر شيء، أمتنا أمة ذكية واعية تماما، لكن طاقاتها العقلية عشوائية، غير مرتبة، غير مرشدة، غير منظمة. وهذا إذا دل على شيء يدل على أني التحرك ذاتي، يعني الأفراد والمجموعات عم تتحرك ذاتيا بقدرتها العقلية هي، فعم تخطئ، عم يؤدي إلى الخطأ وعدم النجاح. إنما لو ظهرت النماذج العقلية في الأمة المبرزة المتميزة واتفقت على صياغة يعني المشروع بتنظيم الطاقات العقلية للأمة وهي تحركها، لنجحنا في فعل الكثير. لماذا أقول التنظيم العقلي؟ أين تكمن العشوائية العقلية؟ القصور العقلي وين يكمن؟ لا في قدرتنا على التفكير، نحن نفكر، لا في أننا محرومون من الذكاء، نحن أذكياء، بل في مجموعة أمور. أولا، هناك شريحة من الأمة بحثت بشكل عقلي واضح تمام ذكي، بحثت في النتائج وأهملت المقدمات، فهي تدعو دائما أن تتحقق النتائج بدون أن تضع لها المقدمات الموصلة إليها. واضح؟ يعني الآن نحن نريد أن تخرج أمريكا للعراق، هذا مطلب مو كلنا نبحث عنه، كلنا نبحث عنه، طيب لكن كيف تخرج أمريكا للعراق؟ لن نتفق بعد، ما وضعنا مقدمات أساسية واضحة لكي نصل إلى هذه النتيجة التي نبحث عنها. شريحة أخرى بحثت في المقدمات وأهملت النتائج، فهي تريد أن تفعل طاقات الأمة في المواجهة والمجابهة والمناجزة والندية دون أن تضع برنامج. طب هؤلاء الذين أنا يعني أدفعهم للقتال، أدفعهم للكتابة، أدفعهم للقيام بجهد إعلامي فاضح، أدفعهم لأن يؤدوا أي دور، لبذل أموالهم، لبذل أرواحهم، يلا قوموا بذلوا، قوموا، هذه مقدمات لابد أن نفعلها في مواجهة هكذا واقع. طيب هذه المقدمات عم تبحث، طيب نتائجها ما عندهم مشروع نتائج، يعني ما في هدف أساسي عم نجمع عليه الطاقات، فلذلك يعني بقينا متأرجحين في مسألة المقدمات دون أن نضع في حسباننا كيفية الوصول إلى النتائج. هذه عشوائية عقلية نحن عم نعيشها تحتاج إلى تنظيم. إذن البحث في النتائج نسيان المقدمات، البحث في المقدمات إهمال النتائج. وهناك الصورة الثالثة، العجز عن الوصول إلى الوجه الحقيقي للمشاكل التي تعيشها أمتنا. الأمة عم تعيش مشاكل أخلاقية، مشاكل تربوية، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل إعلامية، مشاكل داخلية، مشاكل خارجية، مشاكل عسكرية، مشاكلنا كثيرة، في مشاكل أفراد، في مشاكل جماعات، في مشاكل، إذا نحن عم نعيش مشاكل لكن عم نعجز أن نصل إلى الوجه الحقيقي للمشاكل. مثلا عندنا مشكلة أخلاقية، عم نأتي نركز على الجانب الأخلاقي. مثلا سأوضح بشكل يعني تفصيلي، إحدى أبرز المشاكل الأخلاقية الآن كثرة يعني الاستهانة من قبل شرائح من فتيات هالأمة بمسألة أعراضهن وشرفهن تماما، فعم يعرضوا أجساد ومفاتنهم على الرجال جهارا نهارا، إما يعني بمقابل أجر وإما بدافع من شهوة. هذه مشكلة أخلاقية أليس كذلك؟ طيب عمناتي نعالجها، فماذا عم نقول؟ عم نقول هذه مشكلة أخلاقية، لأن ما في يعني هناك أخلاق ولا في تربية عند هذه المرأة، وصيد هذا حرام سيؤدي إلى النار، هذا عار، هذا عم نعالج الأخلاق، المشكلة الأخلاقية بإطار أخلاقي. طيب بينما الوجه الحقيقي للمشكلة الأخلاقية ما هو أخلاقي؟ الوجه الحقيقي إذا نظرنا في العمق قد يكون اقتصادي، قد يكون اقتصادي، يعني شريحة كثيرة من الفتيات لو أمن لهم كفاف العيش لتركوا هذا السبيل. طب من يؤمن؟ من الذي يدفع؟ أنا أصرخ في أتركي، هذا عيب وعار. طب لكن مشكلة اقتصادية، تريد أن تأكل، تريد أن تطعم صغار حولها، لم تجد طريق إلا هذا تماما، وسهل طريق وما جاءت من يوجه ويصبرها ويزرع فيها إيمان. إذا مشكلتها اقتصادية، مشكلة أخلاقية ظاهرا لكن الجذور اقتصادية، يجب أن تعالج الشريحة ممن وقعوا في مطب أخلاقي يعني مخيف. قد تكون المشكلة ظاهرة أخلاقي أما أساسها تربوي. أنا قبل أن أخاطب الشباب والبنات لماذا يفسدون أخلاقيا، يجب أن أنظر إلى الخط التربوي في بيوتهم،
من يوجههم في مدارسهم في 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 في, في أماكن تواجدهم، وأهم شيء تربية البيوت. إذا قد تكون الوجه الحقيقي لها تربوي لكن واجهتها أخلاقية، فيجب أن تعالج تربويا قبل أن نركز عليها أخلاقيا. قد تكون مشكلتنا في التربية، مناهج وما مناهج، لكن الوجه الحقيقي سياسي، وسياسي مصدر من الخارج، مفروض على بعض الدول أن تغير مناهجها الإسلامية وأن لا تبقي مسحدا للإسلام، فيجب أن نعالج الأصل السياسي قبل أن نركز على الجانب التربوي. قد تكون المشكلة داخلية، داخلية يا أحبة، وهي قيام فتنة طائفية مثلا، فتنة طائفية تمام، أو فتنة مذهبية بين سنة وشيعة، بين مسلمين ونصارى، وجرى هناك صراع، المشكلة داخلية نأتي نعالجها، لكن أساسها خارجي، اللي عم يصدر واللي عم يغذي واللي عم يوجه واللي عم يدعم كلها قوى خارجية، فنحن لن نستطيع أن نعالجها من الداخل، يجب أن نركز على جذرها وأصلها الخارجي. وهكذا إذا العجز عن الوصول للوجه الحقيقي لكثير مشاكل التي نعيش أدى أننا فشلنا أن نعالجها، فبقيت تتراكم تتراكم تتراكم، ولا يجدي كل جهودنا لا تجدي نفعا في أن نعالج هذا الأمر. إذا نحتاج أيها الأحبة إلى تنظيم عقلي مدرك يركز على المقدمات والنتائج جنبا إلى جنب، ويكون عندهم من القدرة على النفاذ لحل المشاكل ومعرفة وجه الحقيقي لعلاجها علاج الصحيح. ومن ضمن أكبر مشاكل التي نعيش الآن هو مشكلة العدوان على أرضنا، الاحتلال اليهودي والاحتلال الأمريكي. الآن المشكلة أني أمريكا احتلت ويهو احتلت، لكن ما هي أسباب الوجه الحقيقي المشكلة؟ خيانات الداخل، التشظم الصف العربي والإسلامي، تآمر دولي كبير جدا 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 عم يرسخ هذه الحالة ويؤيدها ويدعمها. إذن فلنضربكم مثال، خلينا نكون واضحين بشكل أكثر. اليهود صار كم في فلسطين؟ فوق 50 سنة، مو هيك؟ طيب هل حقا أن الأمة بتعدادها الكبير بملايينها العربية ومليارها المسلم كانت عاجزة أن تعالج مسألة اليهود بأي طريقة، سواء بالمواجهة أو بالإخراج أو بالحصار أو بإلزامهم بحل سلمي يعني يحفظ لنا كرامتنا وهيبتنا؟ ما كنا عاجزين. طيب حاولنا؟ نعم حاولنا مع اليهود، نحن حاولنا بكل الطرق، طرق الحرب وطرق السلم، وفاشين إلى الآن. طيب لماذا؟ لأننا ركزنا على اليهود ككتلة استيطانية احتلت فلسطين، مجموعة شعب حاقد موتور تماما جاء احتل فلسطين. هذه هو وجه المشكلة ظاهرا، لكن العمق الحقيقي للمشكلة ما هو؟ أن هناك كيانات عظمى ودول كبرى هي التي أرادت لليهود أن يكونوا هنا، ومن مصلحة سياستها العالمية أن يبقى اليهود موجودين. لذلك الذي يحامي اليهود هم من وراء ستار، والذي يدعم اليهود هم، والذي يسهل اليهود هم، والذي يضرب على كل يد تمتد إلى اليهود هم. فإذا المشكلة ما كانت فقط مع اليهود كتعداد قليل بالآلاف موجودين في فلسطين، المشكلة مع نصف دول العالم، نصف دول العالم اللي لها مصلحة في أن يبقى اليهود هنا ومتعاطفين ومؤيدين للتواجد اليهودي. لكن نحن ما عالجنا المشكلة فحللناها من الخارج وحيدنا دولة بعد دولة وربحنا دولة بعد دولة ويعني أظهرنا حركنا الشعوب على الحكومات التي تدعم اليهود وأوضحنا يعني قضيتنا وروعة قضيتنا ويعني وطلبنا الإنصاف وبذلنا كل الجهود المطلوبة على المستوى الخارجي في هذه الدول، إنما ركزنا على اليهود الموجودين هنا ففشلنا إلى الآن وما زلنا نفشل إلى هذا اليوم أيها الأحبة. إذا نحتاج نحن إلى تنظيم عقلي بعد تفعيل الطاقات الروحية للنجاح في مشروعنا الكبير. الأمر الأبرز في مشروع المقاومة هذا الذي نبحث عنها أيها الأحبة هو أن يكتشف أفراد الأمة لواجباتهم وأن يتعرفوا على الطاقات الكافية لأداء تلك الواجبات، وذلك من خلال معرفة البرنامج اليومي لكل واحد من أبناء هذه الأمة. يعني كل كيف أو ما معنى هذا الكلام؟ أيها الأحبة لا يكفي محمود قلغاسي أن يقف هنا فيلقي بيان ويبين مشروع المقاومة ويصرخ أو يحرض هنا أو يوضح هنا أو يوجه هنا. أنا فرد مهما ملكت من إمكانات ومهما ملكت من طاقات لن يعدو كوني فردا، أنا واحد وطاقتي طاقة الواحد، فمهما كنت أملك من البيان وأملك من المعرفة وكشفت الخبايا المعتمة وسلطت الضوء ووضحت ورتبت ودعيت، سيبقى جهدي جهد واحد بطاقتي أنا، في واحد
قد تكون طاقته أقل، في واحد طاقته أكثر، في واحد طاقته عنده طاقة لكن ليس في خط، في خط آخر، وهكذا. لما يكتشف أفراد الأمة كل واحد لواجبه ويبحث عن الطاقة الكافية فيه، إيش عنده من طاقة لأداء هذا الواجب، وهذا على مستوى اليوم، كل في اليوم يعني على 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 على, على, على وتيرة العمل اليومي المتواصل، نحن ننجح وينجح مشروع المقاومة. أما نظل نتواكل على فلان الثائر وفلان الخطيب وفلان السياسي وفلان الرئيس وفلان المفكر، هذا لن ينجح، هذا يحقق شيء لكن لن ينجح. أضرب لك مثال، ما معنى أن يكتشف أفراد الأمة لواجباتهم، وما معنى من خلال البرنامج اليومي؟ الأم ما دورها على مستوى يومي أيها الأحبة؟ ما واجب الأم؟ تربية الجيل، تربية الأولاد. طيب المدرس، نحن يعني أيها الأحبة، نحن كيان أو نسيج اجتماعي متعدد الواجبات ومتعدد الطاقات، فكل واحد يعرف واجبه ويؤديه، ننجح المجموع. الأم وتربية الأطفال، المدرس وتربية الطلاب، الطبيب ومعالجة المرضى، القاضي وإنصاف المظلومين والأخذ على يد الظالمين، الشيخ وتوجيه المصلين، العامل وجودة الإنتاج، الجندي وإتقان التدريب، الحاكم وإدارة أزمات البلاد بحكمة واعي، وهكذا دواليك. ستجد أن لكل فرد في الأمة واجب، فلو أداه بشكل صحيح ضمن مفهوم عنده أن أداء واجبه هذا هو جزء من نجاح مشروع مقاومتنا الكوني، ستنجح الأمة، ستنجح الأمة. الدليل، أجيب لك بعض الأدلة لكي تكون القضية واضحة في ذهنك أيها الحبيب. صورتين متقابلتين، كيف لما نؤدي الواجبات وكيف لما نهمل الواجبات، كيف أداء الواجبات ماذا يفعل وإهمال الواجبات ماذا يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تعال نبحث عنهم، لم يذكر شريحة واحدة أيها السادة، ولم يذكر نموذجا واحدا، سبعة. ليس أني ما في غير هالسبعة، في غيرهم، في 70 وفي 700، بس هذول نموذج وضاء يعني كضرب مثال، والسبعة كل حالة تمثل خط في الأمة باقي إلى قيام الساعة. سبعة، تصور لو كل واحد من السبعة بقي مستمر على أداء الواجب كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذن هذول نجحوا في الآخرة. هذا إيش يؤكد أنهم نجحوا؟ إذن الذي يسعد في الآخرة ما معناه يسعد؟ إذن هؤلاء الذين أظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، إذن أظلهم في ظل عزته ونصره وتأييده في الدنيا، إذن الربحين دنيا وآخرة. نموذج، إمام حفظين الحديث، تعالوا رددوا سويا، إمام وشاب، شاب نشأ في عبادة الله، طيب، ورجل قلبه معلق في المساجد لا يخرج منه حتى يعود إليه، طيب، ورجلان اجتمعا عليه وتفرقا عليه، طيب، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، طيب، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. تصوروا الآن هالسبعة موجودين، طبعا السبع يعني خطوط، يعني عندنا سبع خطوط، يعني السبع شرائح في الأمة. الآن في عندنا إمام عادل، أئمة عادلين، في عندنا شباب ينشؤون في طاعة الله، في عندنا شباب قلوبهم معلقة في المساجد، في عندنا شباب يذكرون الله خاليا، شباب يعرضون على الفتن تدعوهم النساء الجميلات فيقولوا إني أخاف الله، شباب يتحاب في الله يجتمع عليه يتفرق عليه. تصوروا أن هالشرائح موجودة، ماذا يمكن أن يجري في أمتنا؟ تنهض لما تنهض، تنصر في جهادها لما تنصر، تفرض احترامها على الدول الكبرى لما تفرض، تجعل الشعوب الحائرة المضطربة القلقة التي صارت تنتحر بشكل جماعي تجعلها تقبل على الدين لما تجعلها يوم يجد هذه النماذج في حياتنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر ذكر واجبات عديدة، ما طلب من الأمة كلها أن تصبح أئمة عادلين، ولا من الكل أن يكونوا ناشئين في طاعة الله، ولا من الكل أن يكونوا في المساجد، ولا الكل أن يكونوا، إذا ذكر نماذج. إذا أداء هذه الواجبات وأضيف عليها واجبات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غير هؤلاء، هذا على سبيل المثال أيها السادة، لكنه ذكر
غير هؤلاء كثير كثير في أحاديثه. ألم يذكر أن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه هذا يحبه؟ ألم يذكر أن الله جل يحب الشاب التائب كمان يحبه؟ إذن ذكر له. ألم يصافع النبي صلى الله عليه وسلم يد خشنة لفلاح أم يفلح أرضه فقال يد يحبها الله ورسوله؟ إذن هذا نموذج. فتصور هذا لمعرفة الواجبات. فلو كل واحد منا عرف واجبه وأداه أيها الأحبة على الوجه الصحيح ننجح إلا ما ننجح؟ ننجح. خذ الصورة المقابلة لهذا تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يا معشر المهاجرين خمس لم تظهر فيكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس أشياء خمس هي خمس أمراض اجتماعية لخمس نماذج في المجتمع تختل الواجبات في حياتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأمراض والطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. شريحة موجودة ما موجودة؟ هذا خلل في واجب. إذن هؤلاء أخلوا شريحة أخلت في الجانب الأخلاقي في جانب الأمر معروف المنكر. قال ولم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ظاهر هذا في عادنا ما هو ظاهر؟ طيب في خلل في المكيال والميزان في شريحة في الأمة مو كل الأمة عم تخل في المكيال والميزان. هالشريحة التي أخلت في الواجب اللي يبيعوا يشتروا في المكيال والميزان ماذا كانوا سبب لأن يأتي بلاء على الأمة كلها؟ واضح؟ قال شريحة ثالثة قال ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. في ناس عم تمنع زكاة أموال لا إذن شريعة موجودة أخلت في هذا الواجب إلا ما أخلت. طيب قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم. الأمر حادث لما هو حادث؟ إذن أيها الأحبة ونسأل ليش جت أمريكا؟ وبعد هذا نسأل ليش جت أمريكا؟ اسأل الذي أظهر الفاحشة فأعلم بها وغيره لم ينكر، واسأل الذي طفف في كيله وميزانه وغيره لم يستنكر، واسأل الذي منع زكاة ماله جهارا نهارا والفقير لم يطالب، واسأل أولئك الذين لم يحكموا بكتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة سبعة يظلهم يقابل بهؤلاء تجد أن الخلل في الواجبات أو أداء الواجبات أمر أساسي وسبب جوهري إما في النهوض أو في الانكسار، إما في التقدم أو في التأخر. إذن يجب أن يكتشف أفراد الأمة لواجباتهم وأن يعرفوا الطاقات الكافية لأداء تلك الواجبات. وأيضا أيها الأحبة لكل شيء ثمن. بدك تنجح في مشروع المقاومة وتنهض لكل شيء ثمن. آية واحدة في كتاب الله وضعت الميزان وعليه تقيس. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن يدفعوا أنفسهم وأموالهم إيش يأخذوا؟ الجنة. لكل شيء ثمن حتى عند الله سبحانه وتعالى. حتى عند الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بدك الإمامة في الدين عليك بالصبر واليقين. كل شيء له ثمن. هذا على المستوى الأخرى والمستوى الديني والمستوى الدنيوي على كل مستوى. مثال لكل شيء ثمن. أليس الذي يأكل كثيرا سيدفع ثمن هذا الأكل؟ اللي ما بيأكلوا كثير يقول شو هذول عم يأكلوا مشكل لون لحوم وشحوم ودهون وفواكه وعصيرات كل يوم عم يأكلوا. طيب هؤلاء الذين يأكلوا كثيرا عم يدفعوا ثمن أكلهم التخمة، الأمراض، أمراض القلب والشرايين، الترهل وخسارة المال. في ثمن لما في ثمن؟ إذن في ثمن دائما وأبدا. هؤلاء الذين دائما يركبون السيارات دون أن يحركوا أجسادهم يصابوا بالترهل لما يصابوا لدرجة بالترهل. إذن كل شيء له ثمن على المستوى السلبي والمستوى الإيجابي، على المستوى الديني والمستوى الدنيوي، على المستوى الدنيا والمستوى الأخروي.
ومن خلال هذه القاعدة لكل شيء ثمن أيها الأحبة يجب أن ندقق على هذه البنود. نحن نريد أن ننهض، نريد مشروع مقاومة أن يعيد لنا عزتنا وكرامتنا ويعيد لنا هيبتنا ويعيد لنا حقوقنا ونأخذ نحن خيراتنا. لكن الناس حينما تحركوا للحصول على هذا تماما، أول ما وقعوا فيه فقدان المشروعية، يعني ما عاد يهتموا كثيرا على أن هذا العم يقول فيه مشروع شرعا إلا ما هو مشروع، يعني له أصل من كتاب السنة أم ليس له. عدم المشروعية أيها الأحبة أدى إلى ماذا؟ أي إهمال مشروعية أي عمل، أدى إلى أن كانت العواقب وخيمة رغم أن الدوافع حميدة. العواقب وخيمة رغم أن الدوافع حميدة. أيضا بلي عم ندفع ثمن وعدم الاعتدال، عدم الاعتدال، فبدون الاعتدال نعطي الفرصة لظهور أكبر قدر من العقبات ونحمل أنفسنا ما لا نطيق، حيث أن يقوم لعشرة بده يؤدوا واجب أمة كاملة فحملوا أنفسهم ما لا يطيقون، فوقعوا في البند الأول فبدأ ما يركزوا على كثير من أعمال في المشروعية تماما، فحملوا أنفسهم ما لا يطيقون وظهرت عقبات كثيرة يعني وقدر كبير منها ما استطاعوا أن يصمدوا أمامه، فانتهوا وتلاشوا بأقرب فرصة ما استمروا. أيضا من باب قاعدة لكل شيء ثمن، فقدنا فقه الموازنات، فلما فقدنا فقه الموازنات دفعنا الثمن، فبدون فقه الموازنات كثرت أخطاؤنا في مسيرة العمل وتأخرت إنجازاتنا وضاعت علينا فرص كثيرة. ماذا أعني بفقه الموازنات أيها الأحبة؟ أن توازن بين استخدام الكلمة واستخدام السلاح، أن توازن بين خطاب الشدة وخطاب اللين، أن توازن بين شريحة تحاورها بحد السنان وأخرى تحاورها باللسان، أن توازن ما بين هدم وما بين بناء، وين تهدم وكيف تبني في المقابل. لما فقدنا فقه الموازنات في حركتنا في دائرتنا وتعاملنا مع الآخر، هذا أجلب علينا كثرة أخطاؤنا في مسيرتنا وقلت إنجازاتنا وضاعت عنا فرص كثيرة كانت يمكن أن تكون لنا صارت لأعدائنا استفادوا منها أيها الأحبة. أيضا من باب قاعدة لكل شيء ثمن ترك الإنصاف، فلما تركنا الإنصاف أيها الأحبة مع أن الله أمرنا بالإنصاف، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، يعني لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم وحربهم ولو الحرب قائمة بينكم إني ما تعدلوا معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. لما تركنا هذا العدل، تركنا هذا الإنصاف، أدى الأمر فينا أيها الأحبة بأننا بدأنا نجعل من تحقيق مصالحنا تحت حجة نحقق مصالحنا سبب للعدوان على العباد وسلب الحقوق وإراقة الدماء واسترخاص الأرواح والأنفس الإنسانية المعصومة التي حرم الله قتلها. فلما نحن لم ننصف وبدأنا نسلب الحقوق ونعتدي على الآخرين ونسكب يعني نهدر دماء ما لازم تهدر، حتى إذا كان ممكن تهدر في محل آخر في هالمحل لم تهدر، في زمن آخر في هالزمن لم تهدر، ضمن فقه الموازنة كلها مرتبطة ببعضها، المشروعية والاعتدال وفقه الموازنات والإنصاف مرتبطة بعضها في قاعدة لكل شيء ثمن. فلما لم نفعل هذا الإنصاف ماذا أدى هذا؟ ماذا أدى؟ نفرت الناس منا، ازداد أعداؤنا، كثر خصومنا، ما عدنا نستطيع أن نثبت في الساحة ولا حتى في ساحة مقاومتنا، حتى وصلنا لدرجة الآن بسبب أخطاء من لم ينصفوا بأنهم أجلبوا الحصار على المشاريع الجهادية الصحيحة. يعني الآن لما تحاصر حماس، حماس مشروع طويل قائم على أصول وقائم على تكتيك وقائم على استراتيجية وقائم تماما على مشروعية، لما الآن تتهم بأنها إرهاب وتجمد أرصدتها ويلاحق كوادرها وتصفى قيادتها وهكذا مشاريع جهادية قائمة هنا هناك، بسبب من؟ بسبب شرائح خرجت بعد حماس بين يوم وليلة بتتصدر أمارة المسلمين وقيادة جهاد المؤمنين بين عشية وضحاها، فلم تنصف كله تجاوز، ولم تضع فقه موازنات، ولم تعتدل، ولم تلاحظ الخط المشروع في حركتها حتى مع خصومها، فتجاوزت بررت لنفسها تحت الدوافع الكبيرة تحت رد الظلم والاعتداء بالمثل، أدى هذا أنها هي حوصرت وأدى إلى أنها تسببت في حصار مشاريع كان مسموح لها التحرك، مسموح أن تدعم، ومسموح أن يكون لها أرصدة، جمت كل هذا وحسرت وبدأت تصفى بتهمة موحدة هي تهمة الإرهاب الذي شنوه الآن على عالمنا الإسلامي. إذن
يجب أن نعلم أن لكل شيء ثمن أيها الأحبة. أيضا الاستجابة حتى ننجح في مشروع المقاومة يجب علينا أن نحقق الاستجابة الجديدة والواعية للمستجدات التي تولد كل يوم. هذه المستجدات إما تدفعنا إلى الأمام أو تركلنا إلى الوراء أو تحدث خللا ما على برامجنا الإصلاحية. إذن نحن ماذا مطلوب منا أمام المستجدات هذه؟ مطلوب منا أمام المستجدات هذه أن نحن نستجيب لها استجابة سريعة واستجابة واعية تجعلنا إما نستفيد منها فما اسمعها تركلنا إلى الوراء بل نتقدم من خلال الأمام، وإما أن نحاول نتفاداها فلا نسمح أن تحدث خلل في برامجنا الإصلاحية. يعني كيف؟ كل هذا كلام كيف أفهمه بمثال؟ أذكر لك مثال من المستجدات اللي طرأت في حياة أمتنا. كان هناك مشاريع دعوية، مشاريع إغاثية إسلامية، مشاريع إصلاحية، مشاريع إعلامية، عدت علينا فترة يعني ما نسميه نحن الصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية اللي صار لها حوالي 3 عقود عم تتحرك على قدم وساق، فبنت لأنفسها مراكز بحث، بنت مراكز ثقل فكري، مراكز إعلامية، مراكز دعوية، مراكز خيرية، مراكز إغاثية، ثم نماذج جهادية. نجحنا نعم في هذا. طيب طرأ علينا مستجد جديد، ما هو؟ ضربت أبراج أمريكا، فشنت أمريكا حربها الكاسح على الإسلام بتهمة الإرهاب الإسلامي، لأن أمريكا كانت بحاجة لعدو توجه إليه يعني ثقلها وتوجه طاقاتها وتحقق من خلال هذا العدو توازن وجوده بعد ما تحلل وتفكك الاتحاد السوفيتي. أمريكا بدون عدو لا تستطيع أن تعيش. وجدت في ضربة الأبراج، وقد تكون هي اللي ضربت نفسها بنفسها، وجدت في هذا ذريعة لأن تهاجم العالم الإسلامي كله بتهمة الإرهاب. هذا مستجد طرأ علينا. ماذا أحدث لما لم نحسن التعامل معه؟ إيش اللي جرى؟ أحدث خلل في برامج الإصلاحية. مشاريعنا الخيرية أوقفت، مشاريعنا الإغاثية أوقفت، أرصدة الجماعات الإسلامية حتى الثقافية جمدت، تواجد الجماعات الإسلامية الجهادية ضربت، وبشكل من مجلس الأمن والدول المتفقة على هذا، ويوم بعد يوم أمريكا عم تربح معنا. نحن لم نتعامل بشكل سريع مع هذا المستجد الذي طلع، هو شن أمريكا حرب على الإسلام بشكل سافر، بشكل معلن وبشكل عسكري واقتصادي وسياسي وإعلامي، وحركت الأنظمة. لم نحسن التعامل مع هذا المستجد، فبدل من نتقدم إلى الأمام ركلنا إلى الوراء، وجرى خلل في كل برامج إصلاحية كنا نعد لها 30 سنة وأكثر أيها الأحبة، لأن لم نحسن التعامل. فقسم منا قال ما لنا علاقة، وقسم آخر هلل وصفق، إيه كويس خلاص واكتفى بهذا التهليل والتصفيق لما ضربت أمريكا، أما ما رد فعل أمريكا لم يحسب له حساب البتة. وهكذا حتى الآن يخنق التواجد الإسلامي في قلب أوروبا وأمريكا بشكل مخيف جدا. سمعتم البارح كيف أن حولت أمريكا مسارها من مطار إلى مطار لأني عليها مسلم بريطاني واحد، وكات ستيفنز يوسف إسلام، وهو رجل مسلم لا يعرف إلا الدعوة المجردة والكلمة اللينة، ويعني يستخدم صوته الجميل، كان مغني هو، يستخدم صوته وأداؤه في عرض السيرة النبوية وذكر محاسن الإسلام. هذا الرجل حوصر الطائرة وغير مطارها وأنزل كل ركاب الطائرة ونزلوه مقيد وردوا طلعوا الركاب وطارت الطائرة بدونه ومنعوه من دخول أمريكا وأرجعوه إلى بريطانيا، وضج المسلمون في أمريكا وفي بريطانيا اعتراضات. لم يحسنوا التعامل. إذن هذه إحدى ثمار المستجدات تماما، لم نحسن التعامل معها، لم نحسن التعامل معها. أم نحاصر؟ صار يضيق على الحجاب الإسلامي، صار يضيق على التواجد الإسلامي، صار يضيق على بناء المساجد، صار يضيق لأن لم نحسن التعامل مع هذا المستجد الذي هو شن أمريكا لحربها على الإسلام بعد أن ضرمت أبراجها. وأيضا ومن أهم ما يجب أن يركز عليه إذا أردنا أن ننجح في مشروع المقاومة بناء الوعي الرزين عند أبناء أمتنا. ماذا أعني بالوعي الرزين؟ هذه أهم نقطة يا سادة، هذه العمود الفقري في كل مشروع المقاومة الذي نريده، بناء الوعي الرزين لدى أبناء الأمة. من يقوم ببناء الوعي؟ الأب لأبنائه، المدرس لتلاميذه، الشيخ في مسجده، الإعلامي من خلال قنوات الإعلام، السياسي من خلال طرحه السياسي. بناء وعي رزين لدى أبناء أمتنا، هذا الوعي لا يتأثر أصحابه ببعض صور النجاح فيندفعون إلى الغرور والاستعجال والبطر، ولا يتأثر أصحابه أيضا بالمحن والعقبات واستمرار الأزمات فيندفعون إلى القنوط واليأس. فهو أي الوعي الرزين يجعل أصحابه يملكون القدرة على استيعاب كل الطوارئ ويحولونها بتكيف موزون لصالح
قضيتنا. الوعي الرزين يا أحبة الذي لا تستخفه المنحة ولا تقنطه المحنة. وعي رزين، أنا أملك وعي، فهمان قضيتي، فهمان أساليب عدوي، فهمان من أنا، فهمان ماذا أفعل. فإذا لما أملك هذا الوعي الرزين وأنا أعمل لصالح قضيتي الكبرى ولمشروعي الكبير تماما، إذا أجر الله على إيدي شيء من النصر، شيء من النجاحات، ما يصير عندي غرور وأستعجل فأتجاوز مراحل وأقفز فوق سنن الله، فأخفق من جيد. أو أنا أعمل لكن أزمة بعد أزمة ومحنة بعد محنة، فلا يدفعني أن دفع إلى القنوط. بوعي الرزين أحسن التعامل مع النجاح ومع توالي الأزمة وازدياد الكربة، فلا هذا يفقدني يعني حالة الاتزان، ولا هذا يعني يدفعني إلى اليأس والقنوط والإحباط. إذن يجب أن نبني في عقولنا الوعي الرزين. البارحة أسمع لأحد أعضاء الجماعة الإسلامية في مصر الذين قاموا باغتيال السادات وقاموا بعملياتهم في مصر، الآن بعد كل السنوات هو يتراجع الرجل ويعترف بخطأه على الملأ وعلى يعني شاشات الإعلام. يقول هذا الرجل بالحرف الواحد أسمعه البارع وهم القياديين، يقول: ومما دفعنا إلى ما وقعنا فيه من أخطاء وأجلبنا على العمل الإسلامي ما أجلبنا فيه باسم الإسلام واسم الجماعة الإسلامية، بأننا كنا شباب مندفعين فقمنا ببعض الأمور لصالح مشروعنا الإسلامي فنجحنا. مثلا هم يقول مثلا كنا نجد واحد يمشي مع فتاة سافرة فنأتي يعني نحاوره ونشتد عليه وننكر عليه فيهرب ويختبئ تماما، قل فنشعر بالزهو، نجحنا. كنا نمنع محل للخمور في أحد الأحياء، نهدد صاحبه أو نحاوره وكذا فيغلق المحل فنزداد فرحا ببعض ما نحن فيه. كنا مثلا نقوم بإتلاف بعض المواد الإعلامية كأشرطة أو كذا نتلفها. قال: هالنجاحات الصغيرة أحدثت في أنفسنا حالة من الغرور والاستعجال، إذا طالما نحن نجحنا الآن ممكن ننجح في أكبر، فقفزنا من مسألة تغيير الجزئي ونجحنا في القصر إلى أننا سنستلم الحكم. طالما نجحنا هنا لماذا لا ننجح في إدارة البلاد الحكم؟ فقفزنا قفزة واحدة، بدأنا ننادي السلطة ونجابها وحملنا السلاح، مما أجلب سيل الدماء الذي لم يتوقف ولم يخسر فيه إلا المسلمون وإلا مصر بكاملها، خسرت كل مصر بما جرى. يقول كلام هذا الذي أقول أنا بناء الوعي الرزين الذي لا أتأثر ببعض صور النجاح فيندفع أصحابه إلى الاستعجال والغرور والبطر. الآن بعض الإخوة خطفوا كم رهينة في العراق، قاموا بذبحهم على الانترنت، قام الشباب المسلم من كل أنحاء العالم، الله أكبر، بارك الله بكم، سلمت أيديكم تماما، أذاعت فضائيات العالم هذه الصورة، قامت جماعة إسلامية بذبح رهينتين مثلا أو ذبح 10 رهائن أو ذبح، قام إعلام الدول هذه اللي ذبحوا من هؤلاء الرهائن بذكر المسألة وطلب استرحام ويبعثون يترجوهم وطلب هود. قالوا: ما شاء الله، إذا طالما نحن نجحنا من خلال ذبح كم رهينة حركنا الإعلام العالمي وحركنا إعلام الدول وخلينا الناس يطلبوا التماس بالرحمة والإفراج عن الرهائن، إذا القضية جيدة، تعالوا نذبح للنهار، نقوم بعمل الذبح لعلنا ننجح. فصار يذبح الذي يستحق الذبح والذي لا يستحق الذبح، والذي يعني ذبحه فيه مصلحة لقضية العراق والذي ذبحه ما فيه مصلحة بل أجلب عليه دمار وعداء بعض الدول الأخرى. فقد نرجع كلها مرتبطة بعضها، ما ظل فقه موزون في المسألة، مما أدى إلى أننا بدأنا يعني المسألة تأخذ بعدا عالميا علينا. كان الناس يتعاطفون معنا ضد أمريكا التي احتلت العراق، صارت تقول: جزاك الله خير يا أمريكا، هذول هم النماذج التي موجودة في العراق، إذن حقنا ذو الإرهابيين، إذن يجوز شن الحملة عليهم، إذن نحن نؤيدك وندعمك. وإذن وكلما ذبحوا رهينة من دولة ازدادت في عتوها ودعمها للمشروع الأمريكي وتستعد للحصار أكثر وللتآمر أكثر. عم نخسر ولا عم نربح؟ نحن عم نخسر يا سادة، لأن مشروع هؤلاء غير واضح بأبعاده، ما عم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الساحة ومع الواقع. إذن نريد وعيا رزينا، وعيا رزينا لا يستخف بالرخاء ولا يقنط عند اللأواء والبأساء، ونستطيع أن نتعامل مع واقعنا معاملة واعية ونستثمر كل شيء لصالحنا ونكسب التأييد. أخيرا أيها الأحباء، نحن بحاجة حتى ننجح في مشروع مقاومة عام، بحاجة إلى أن نبني أرضية قوية فيما بيننا قبل أن نقوم بمهاجمة الآخرين. يعني لما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم
قبل أن يخاطب ملك الروم وملك الفرس المنذر بن ساوى ويخاطب يعني ملوك الأرض، وقبل أن يرسل جنوده ويرسل سراياه إلى أي مكان، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أسس لقاعدة صلبة يعني قائمة على التكاتف والتضامن والمحبة والإيثار والتضحية والنقاء والأخلاق والاستعداد لبذل كل شيء. لما أسس القاعدة في أرضية قوية انطلق منها إلى الآخرين. نحن الآن مفككين مشرذمين 15-20 تيار عم يوجدوا في ساحة واحدة ما عم يتفقوا، وكلهم يعمل هم القضية وهم متفقين فيها بينهم تماما، وبدوا يحاربوا دول العالم ويخاطبوا أهل الكرة الأرضية ويهددوهم. هذا قصر في النظر، وهذا غباء في الطرح أيها الأحبة، وهذا لن يخدم مشروعنا الإسلامي. وعاجلا أم آجلا ستكتشفون أن كل هذا سينقلب علينا ولن يكون في مصلحتنا قريبا جدا. ها ستستبين النتائج بشكل واضح وقوي. نحن قبل أن نبدأ بها أن نعلن خطاب عالمي كون نهدد دول الأرض، نربي أنفسنا، نبني أرضية فيما بيننا، ثم ننطلق إلى الآخر. بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخاطب الآخر بعد بناء القاعدة خاطبه بخطاب من طرق باب القلب والعقل لفتحه حتى يربحه أو يحيده أو يقيم بينه وبينه تحالف، لم يكن خطاب الإبادة والإفناء والتهديد والوعيد. وعلى هذا وصلنا للنقطة الأخيرة في مشروعنا، كيف نقاوم وكيف تنجح المقاومة. نحن بحاجة أيها الأحباء أن نكسب تأييد محيطنا، أن نكسب الشعب، أن نكسب الجماهير، أن نكسب الشعوب، أن نكسب الإنسانية. هذا مشروع أساسي، هذا بند أساسي. إذا ما استطعنا أن نكسبه فإنا لن ننجح. النبي صلى الله عليه وسلم، تصور النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تحالف بعض القبائل من أجل أن تستقوي، كان يحالف بمقابلها بعض القبائل على شركهم صلى الله عليه وسلم. يوجد نظام تحالفات صلى الله عليه وسلم. تعالوا أضرب لكم أمثلة حتى أفهمكم ما معنى، يعني حتى ننجح يجب أن نكسب، أن نكسب الآخر قدر ما نستطيع. نكسب نكسب نكسب، إما بولاء وإما بمعاهدة وإما بتحالفات وإما بتحييد وإما بنظام مصالح، اتفاق مصالح، وإما بتوحيد عدو. أنا وياه من مصلحتنا نضرب هذا العدو أكسبه، وهذا منهج نبوي الآن نحن ما عم نؤدي في مشاريعنا. تعالوا أضرب لكم بعض الأمثلة لكي أؤكد لكم ما معنى هذا الكلام وأشرع لكم، وهو الأساس الآن في كل هذا البيان الذي ذكرته لكم. أيها الأحبة، ألم تسمعوا بشخص اسمه ثمامة بن أثال؟ رجل مشرك من زعماء بني حنيفة، قوي غني له كلمة مسموعة، تمام؟ أرسل سراياه، وجدوا بعض يعني رعيان للنبي صلى الله عليه وسلم بعيدين، قام بقتل اثنين منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهدده. مرت الأيام، طلع النبي صلى الله عليه وسلم تجول في بعض البوادي، وإذا برجل على راحلته ماشي، ألقوا القبض عليه، جاءوا به إلى المدينة، طلع ثمامة الزعيم، وقع بين أيدي المسلمين. هو قاتل في عنقه اثنين من دماء المسلمين، يقتل قولا واحدا يقتل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهدده بيقتله، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل؟ هو قائد، ها، مو إنسان عادي، مو مواطن عادي نقتله، قائد قائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد. وين ربطه؟ في سارية المسجد. ثلاث أيام يقدم له الطعام الجيد والشراب الجيد، تركه بس مربوط، وهو يرى حال المسلمين، كيف يتوضوا، كيف يصلوا، كيف يتعاملوا، كيف متحابين، كيف متماسكين. كل يوم يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف حالك يا ثمامة، شلونك؟ رجل عرفان حاول يموت، يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، ما حد يلومك ولا أنا، إذا تقتلني ترى أنا أستحق القتل، وإن تنعم تنعم على شاكر. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثاني يوم نفس الشيء، ثالث يوم نفس الشيء. في اليوم الثالث وهو يستحق القتل وقاتل اثنين قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. وين أطلقوا ثمامة؟ أطلقوا ثمامة. وين؟ قال اذهب، وين؟ إلى ديارك. لا قال له أسلم، ولا قال له يعني ادفع، ولا طلب، خلاص روح. فلم يبتعد غير قليل إلا وعاد والماء يقطر منه، دخل على المسجد، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم والله إني إن أسلمت وأنا مربوط في ساريتك لقال الناس أسلم ثمامة خوفا من حد السيف، وأنا لا أخاف حد السيف أبدا، ولكن يا محمد الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
الأخلاق، تعامل أراه عزة المسلمين، محبة المسلمين، حياة المسلمين، عبادة المسلمين، وأنعم عليه وهو يقتل وأنعم عليه. طيب، هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم حينما ربح إسلام ثمامة الهدف هذا العام كفي لما كفي أني أنقذ نفس من النار، أسلم قائد من قوات الشرك؟ لكن صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا فقط. انظر الاستراتيجية النبوية، انظر البعد. خرج ثمامة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ذهب إلى قوم بني حنيفة، أول ما فعل أرسل كتاب إلى قريش، أما والله أنكم لن تنالوا حبة قمح واحدة منا، وكان كل القمح في ديار بني حنيفة، حصار اقتصادي، أما وإنه لا تمر بأرض قافلة لقريش. خلاص، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير توازنات الكتلة الدولية بالعفو عن واحد، يا سادة بالعفو عن واحد. انظر الحساب، أظنكم شاهد معاصر قريب جدا 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 جدا. من فترة أسر بعض اليابانيين في العراق، ثم بعد فترة تركوا اليابانيين، عفوا عنهم هكذا، يعني الظاهر أن الإخوة الذين قاموا بخطفهم من الناس الفهمانين، فقاموا بإطلاق سراحهم. بعد إيش؟ ما خلوهم فترة شافوا أحوال المسلمين، شباب مسلم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يعيشون، حادثوهم، حاوروهم، بينوهم، سعوا أطلقوهم. تعرفوا ماذا فعلوا أول ما وصلوا اليابان؟ أول شيء فعلوا حطوا اللفحة الفلسطينية ورفعوا صور القدس والأقصى، وبدأ يقودوا إلى هذا اليوم مظاهرات في اليابان ودورة على مراكز الإعلام لمناصرة القضية الفلسطينية والهجوم على اليهود وعلى الأمريكان. لما إيه؟ ربحهم ولا ما ربحهم؟ وهؤلاء دي شكل الآن تيار في دولة كاليابان لها وزنها، لها تداعياتها أيها الأحبة. إذن أرى لكم مثال ثاني مشان نعرف ما معنى الكسب والتأييد وإقامة التحالفات. المعركة معركة كونية كبيرة، 10 و15 برشاشاتهم وذبح كم رهينة، لن يجدي شيء، لن يقدم ولا يؤخر. يا سادة، القضية أبعد من ذلك وأكبر من ذلك بكثير. نحن عندنا مشروع مقاومة كامل وشامل. النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول كم آذاه؟ زعيم المنافقين، هو يقود تشكيلة نفاق، تيار جماهيري طابور خامس موجود في قلب الدولة الإسلامية. آذن صلم بالإشاعة والوشاية والتهم والتحريض والمشاكل والتعارف مع اليهود، ومع ذلك كلما كان يخطئ بن سلول خطأ يستحق القتل، لدرجة أنه حينما قال كلمته السيئة وهم عايدين من ذات الرقاع، يوم قال يعني لا يخرجن الأعز منها الأذن، لا رجعنا المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذن، يعني بس نرجع راح نطالع محمد وهذول المهاجرين يجون من مكة، هذول الأذين لنهم. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي جاء ولده عبد الله؟ قال يا رسول الله لقد بلغتني قالة أبي وبلغني أنك قاتله، فإن كنت لابد فعل فأذن لي بقتل، أنا أجيب لك رأسه، أنا آتي لك برأسه. أتعرفون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل نحسن إليه. أساء يا رسول الله، أجرم، بل نحسن إليه. نحسن إليه كسب تأييد من؟ كسب تأييد ولده، وعدد كبير من أنصاره تغيروا عليه بكلمة بل نحسن إليه. ومع ذلك اللي بده أن صنم صار وقف له ولده عبد الله على باب المدينة لما جاء وهو شاهر سيفه في وجهه، قال لم صنم عفى عنك، أما والله لن تدخلها إلا بإذن من الله ورسوله، أما والله إنك أنت الأذل ورسول الله والأعز، ولم يسمح له بالدخول حتى أرسل له صنم، قال له خلاص دخله. يعني ال- 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 الدعاية انقلبت عليه وتحقق ذل المنافق، ونسلم لم يقتله وكسب تأييد بعض أنصاره. ويوم مات بن سلول بعد كل الأذى والإفك الذي قام به، يوم مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه عباءته، وعمر من كثر ما ضربوا الفيوزات معه، يعني معروف إنه بن سلول، يمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم يشده يقول له لا تصلي عليه، لن تصلي عليه، ما بدي خدي يمنعه ابن سلول هذا، كيف تصلي عليه؟ يقول لا أصلي أن عليه يا عمر، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. تدرون ماذا جرى بهالموقف هذا؟ 1000 من المنافقين عادوا إلى التوبة وعادوا إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن التأييد، كان ما كان يدعو للاستيعاب وليس للاستبعاد، عقد أحلاف مع اليهود، حتى حينما خاطب الرومان أيها الأحبة، لما خاطب الروم ملك الروم، خاطب ملك الفرس، كيف خاطبهم؟ أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت مو أفرجيك لا أفجر لك بلادك وأنسف لك، فإنما عليك إثم الأريسيين. ملك الفرس أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، إن أبيت فإنما عليك إثم الفرس. مزق كتاب نصر ملك الفرس ويعني تكلم بكلام سيء،
قال مزق الله ملكه كما مزق كتابنا. وجاء يوم مزق ملكه، لا سوى ضج ولا هدد ولا توعد بصمت، وجاء اليوم لا يتمزق فيه ملكه فارس. أيها الأحبة، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، المطعم بن عدي له موقف في زمانه النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء من الطائف إلى مكة قال من يجيرني حتى أطوف البيت، فأجاره المطعم. في يوم بدر أسر عدد من أولاد المطعم بن عدي مع الأسرى كلهم، تمام؟ فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم أولاد المطعم كرامة لأبيهم الذي له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، موقف واحد، وقال لو كان المطعم بن عدي حي لوهبت له هؤلاء النثنى، كل هالأسرى كان وهبتهم لهم، لو كان هو مشرك ها، لو كان حي وقال لي عندي مشاني لوهبتهم. إيش اللي جرى؟ أولاد المطعم صاروا خير دعاة للرسالة وخير من يدفع عن محمد صلى الله عليه وسلم ويحامي عنه بهذا الموقف. أيها الأحبة، إذن نحن مطلوب منا أن نكسب المد الجماهيري، أن نكسب الناس، أن نكسب الشعوب أيها الأحبة، ولن نعدم وسيلة في كسب هؤلاء لتأييد قضيتنا. أما بهذا الشكل الذي حصرنا فيه كل مشروع إسلامنا بباروده وعبوه ناسفه وتفجير سفاره وخطف رهينه وذبحه، فهنا نحن نسيء الى مشروعنا الاسلامي الكبير ايها الاحباء. وختاما، حتى لا يكون في ذهن البعض اشكاليه ما، فانا اقول لكم ايها الاحباء، انه لا يمنع شرعا البتة من ان يختطف بعض الشخصيات النافذه في الاراضي المحتله سواء فلسطين او في العراق اذا كان لهم ضرر واضح على المسلمين وعلى القضية، يجوز اختطافهم ويجوز قتلهم ويجوز ذبحهم ويجوز أن يعلن هذا إخافة لغيرهم. كلامي كله هذا ليس أنني أحرم المسألة على الإطلاق، إنما أدعو الإخوة الذين يقومون بمثل هذه الأعمال وهم يقولون نحن نمثل الفرع الجهادي، الخط الجهادي في مشروع الأمة الإسلامية، أولا يفهموا أن لكم مشروع أوسع من الجهاد، والجهاد بنت أوقفكم الله على ثغره، ولكن أن تموتوا بالمجان فهذا غير وارد، وأن تميتوا بالمجان وعشوائيا فهذا غير وارد. أحسنوا اختيار أهدافكم سواء من تفجرونهم أو من تختطفونهم أو من تقتلوهم، أحسنوا اختيار الأهداف، ركزوا على الشخصيات العسكرية، ركزوا على العسكريين الميدانيين، ركزوا على قوى الاستخبارات اليهودية والأمريكية في قلب العراق، اتركوا الصحفيين واتركوا أصحاب الإغاثة واتركوا العمال البسطاء. ماذا جنيتم لأمتنا ولقضية العراق من خلال اختطاف 2 من الصحفيين الذين كانوا من أكثر الصحفيين نقلا لأخبار العراق بإنصاف وأمانة لتشكيل رأي عام فرنسي أوروبي لصالح قضية العراق؟ لماذا تختطفونهم؟ وما دخل اختطاف 2 فرنسيين في العراق في قضية موضوع الحجاب في قلب فرنسا وأنتم في قلب العراق ما عم تستطيعوا تتحركوا؟ فانتهوا من ساحتكم بعد أن انقلوا الصراع إلى دول أخرى بلا ما تجلبوها عليكم، فيكفينا الدول التي هي علينا. ماذا تستفيدوا من خطف 12 عامل نيبالي؟ نيبالي، النيبال من أفقر الدول وأبسط الدول، وجاء النيباليين رغما عنهم بالعصا جاءوا إلى العراق بأمر أمريكا من أجل أن يقوم بتنظيف الشوارع ويقوم بخدمة بعض المرافق العامة. فإذا ماذا نستفيد من ذبح 12 نيبالي أدى إلى انقلاب شعب النيبال بكامل علينا، فهدمت مساجدنا في النيبال وحرقت وقتل المسلمون بأيدي النيباليين كانوا يكرهوا أمريكا ولم رغما عنهم يخدموها، فأنتم يعني جيرتوهم لصالح المشروع الأمريكي. لكن أبين ربما، وهذا الأمر يجب أن يكون واضح، أن الكثير من عمليات الاختطاف لعمال الإغاثة أو للبسطاء أو للصحفيين وقتلهم بهذه الطرق وراءها أصابع موساد أيها السادة، ربما كثير منها يعني نحن نرجو من المقاومة أن لا تتبنى العمليات، أن لا يتبنوا الأمر ولا يعني يتبجحوا به أو يفاخروا به، لأن إن كانوا هم الذين فعلوا فهذا خطأ يسيء إلينا، وإذا كان غيرهم فعل فلا يلصقوها بهم، لأني أنا أعلم أن أصبع الموساد يعمل هناك مع CIA من أجل تشويه صورة المقاومة العراقية، ومن أجل أن يكسبوا تحالفات دولية جديدة تدعمهم في مشروعهم اللي هو الحرب على الإرهاب، وتبرر لأمريكا ما تفعل من جرائم نكراء في العراق. يجب أن نكون واعين ويجب أن نكون واضحين. أولئك الذين يجندون الشباب صغار السن وكبار السن بالمجان ويرسلونهم عشوائيا من أجل أن يموتوا بالمجان، هؤلاء آثمون 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 آثمون، ويجب أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأنفس البريئة، ويجب إذا كانت هناك نفوس يجب أن تقدم قربانا لدين الله
أن نعرف كيف تقدم ومتى تقدم وعلى أي ثغر وأين توقف. فليس كل الناس أهل لحمل سلاح، وليس كل الناس أهل لتحمل يعني جهاد الخنادق، وليس كل الناس يصلح لأن يرسل. ونحن الآن نمر في ظرف يعني خطير جدا جدا على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي. وأنتم تعلمون على سبيل المثال سوريا تتعرض الآن لحملة حصار ربما أنتم لا تعلمون باطنها، إنما لكم ظاهرها، حصار بالحديد والنار وتآمر دولي، ليست فقط أمريكا ودول العالم مؤيدة أو صامتة. ما أدى بنا أننا بدأنا نقبل ببعض الحلول وببعض الأمور التي قد يكون ظاهرها لا يرضي بعض المتحمسين وبعض الزائرين، لكن سياسة الواقع وما تستلزمه المرحلة التي نمر فيها قد تملي علينا أن نأخذ ببعض القرارات على أساس استراتيجي مرحلي وليس دائم، حتى ندفع عن أنفسنا للضغط العالمي والإبادة القادمة علينا، لأننا نحن الآن على الدور. فهناك أمور تسبب أزمات لبلدكم وتسبب يعني حصار على بلدكم وتسبب دمار لبلدكم وأعراضكم دون أن تحدث أي أثر مرجو ودون أن يكون لتلك النتائج الكبيرة. ما رح نستفيد شيء بهالشكل العشوائي والفردي، فأرجو أن تخففوا منها. وأهمها على الإطلاق أحبة الضجيج تحت مسميات الجهاد وإرسال الشباب إلى أرض العراق هكذا بالمجان دون ضوابط مما يجلب علينا ما يجلب. وإنني أسأل هؤلاء الذين يعني يعملون باسم الجهاد أو اسم المقاومة إن كانوا صادقين أن يفقهوا مشروعي ويفقهوا بعد ما قلت، ويتقوا الله في أبناء الأمة وفي الأمة حتى ينجح مشروعنا الكامل، وحتى نعرف كيف نبني أنفسنا ومن ضمن ما نبنيه كيف نبني جهادا قويا متماسكا وراءه دعم شعبي ووراءه تأييد دولي ومعه قوة مدد يستمر ويستمر حتى نحقق نجاحنا الأكيد بدحر الغزاة بل بغزوهم في عقر دارهم، ونحن نحمل مشروع الحياة لكل من على وجه الأرض، وهذه رسالتنا الأصلية فلا ننساها. اللهم إني أسألك لأمتي وعيا كاملا متزنا، وأسألك أن تنهض بمشروعي مقاومة كامل شامل، وأسألك أن تجعل لكلماته هذه محلا في قلوب الناس وصدا في عقولهم وأثرا في تفكيرهم وتغييرا في مسارهم. أسألك أن تجمع أمتنا على هذا المستوى من الإدراك والوعي والشمولية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا أحبتي، وإن شاء الله لقاؤنا بكم في الخميس القادم بإذن الله في مثل هذا الموعد. سيكون هناك طرح هام وحساس في المجلس القادم، سيعقبه حوار مفتوح بيننا وبين كثير من الإخوة، ومجال لكل الأسئلة بما يتعلق بكل المرحلة وكل تداعياتها. فإن شاء الله نلتقي بكم الخميس القادم بعد العشاء مباشرة. سيروا راشدين، جزاكم الله عنا كل خير.